صدق الله العظيم الديفلوبمنت بتاع الكارديو فاسكولار سيستم الكارديو فاسكولار سيستم بيتكون من حاجتين كبار اللي هم عباره عن ايه الهارت ده على جنب لوحده والبلاد فيزلز طيب بالنسبه للهارت ده اللي انا هتكلم عليه النهارده المحاضره الجايه ان شاء الله هناخد البلاد فيزلز طيب انتوا خدتوا محاضره الاناتومي بتاع الهارت مع دكتور ياسر مش كده ايوه طيب تمام يعني احنا عارفين الوقت تركيب الهارت وعارفين أجزاءه والكلام ده كله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الاول بيحصل امتى الكلام ده؟ بيحصل في اليوم ال 18 بالظبط. يعني ابتداء من اليوم ال 18 في نص الاسبوع الثالث بيبدا من تكوين الهارت. طيب اي ست بتروح لدكتور بيبقى عارف ان هي حامل فبيقول لها والله هو شايف الجيستيشنال ساك من ضمن الحاجات اللي دايما الناس حتى بتعتبرها حاجه لذيذه يعني كده ودلع ان الست بتشوف الهارت بيتينج بتاع الطفل فاحنا الفيرست فانكشنال ميجور اورجان تو ديفلوب وهو وبيبدا يعمل بيتينج بيبدا يعمل ضربات وخفقان القلب في اليوم ال 22 لل 23 يعني بعد حوالي اربع ايام او خمس ايام من تكوينه بيبدا يشتغل ويبدا يعمل ايه الهارت بيتنج الدم بيبدا يمشي تمام وبقدر اشوفه بالالترا ساوند دوبلر عارفين الالترا ساوند دوبلر ولا ما تعرفوش حد عارفه عارفه الالترا ساوند انتوا عارفينه اللي هو الموجات الصوتيه الدوبلر ده ده بيشوف سريان الدم بيشوف سريان السوائل فبيبان الدم وهو بيمشي في قلب الهارت بالدوبلر ده. في اليوم الكام برضه؟ اليوم ال 22، طيب القلب بيجي منين بقى؟ فاكرين انتوا كان في حاجه اسمها لاترال بليت ميزوديرم. كان الانترا امبريونيك ميزوديرم كان بيتقسم الى بارا اكسيال ميزوديرم والانترميديات ميزوديرم واللاترال بليت ميزوديرم. اللاترال بليت ميزوديرم اللي هو فين في الصوره دي؟ اهو، اللي هو الجزء ده والجزء ده كان بيتقسم طبقتين طبقه فوق لها علاقه بالاكتوديرم وطبقه لها علاقه بالاندوديرم، الطبقه اللي لها علاقه بالاندوديرم دي كان اسمها ايه يا ولاد؟ حد عارف اسمها؟ ها اللي لها علاقه بالاندوديرم اسمها ايه؟ اسمها انترا امبريونيك بلانكنك ميزوديرم انترا امبريونيك سبلانكنيك ميزوديرم فدي اللي بتشارك في تكوين الهارت الخلايا بتاع النيورال كريست بتعمل مايجريشن وبتخش جوه التركيب عشان تشارك في تكوين الهارت طيب الانتر امبريونيك سبلانكنيك ميزوديرم ده هيعمل ايه بيعمل حاجه اسمها الكارديوجينيك بليت اهو ده اللي هو عامل زي حرف سي بالانجلش كده بيسموه الكارديوجينيك بليت اللي هو المنطقه اللي عامله زي حرف سي دي فالكارديوجينيك بليت ده الخلايا اللي بتكون في البداية اسمها أنجيو بلاستيك سيلز أنجيو بلاستيك سيلز كلمة أنجيو يعني ايه يا ولاد حد عارف كلمة أنجيو يعني ايه فاسكولار اه فيزل فاسكولار وبلاستيك بلاستيك يعني ايه الخلايا اللي بتبني يعني دي الخلايا اللي هتبني الفيزلز طيب مايو ابيكارديال منتل اه uh, منتل يعني ايه حد عارف منتل يعني ايه عارفين العباية؟ عباءة cover الخلايا اللي اسمها الانجيوبلاستيك سيلز دي هتبدا تكون الفي... الفيزلز وتقوم تغطيه بمايو ايبيكارديال منتل كتله من الميزوديرم اسمها مايو ايبيكارديال منتل فبما انها بتغطي الهارت اللي بيتكون فعشان كده راحوا مسمينها منتل اللي هي عباءه. طيب يبقى احنا عرفنا ازاي الاوريجين بتاع الهارت عشان ده بيجي سؤال في الامتحان وبيبدا امتى خلاص طيب عايزين بقى نشوف القصه بتمشي ازاي انا هبص بعنايه على الهارت وهو بيتكون من بره فبلاقي في اليوم ال 19 انبوبتين بيتكونوا انا هقول الكلام بالعربي انبوبتين بيتكونوا الانبوبتين دول بيقربوا لبعض وبعدين يلزقوا في بعض فلما يلزقوا في بعض هيعملوا لي انبوبه واحده فقط الانبوبه دي الدم هيدخل من ناحيه فيها وهيخرج من الناحيه التانية طب سؤال بقى احنا عندنا في الهارت بتاعنا الدم بيوصل الهارت بيدخل للهارت عن طريق ايه يا شباب <applause> الهارترز ولا الفينز <تصفيق> <تصفيق> الفينز يبقى الانبوبه دي الدم هيدخلها من ناحيه هنسميها فينوس اند وهيخرج منها من الناحية التانية هنسميها arterial end يبقى احنا كده فهمنا ان احنا عندنا كم انبوبة في البداية two endothelial heart tubes بيتكونوا طبعا جوه الكارديجينيك ميزوديرم اللي احنا اتفقنا عليه ادي الانبوبتين اهم بعد كده يبدا الانبوبتين اثناء عمليه الفولدنج اللي انتم خدتوها مع قبل كده في الاسبوع الرابع التو هارت تيوبس بيقربوا لبعض في الميد لاين في خط النص وبعدين فيوز توجذر Craniacodal Direction يعني بيبدأوا يلزقوا من بعض هنا في الحته اللي فوق دي الاول وبعدين كل شويه الحته دي تلزق دي تلزق دي تلزق, دي تلزق لحد في الاخر ما يديني اهو زي ما انتم شايفين كده بداوا يلزقوا في بعض يدوني سنجل هارت تيوب طيب السنجل هارت تيوب دي ليها فينس اند ولها ارتيريال اند الفينس اند والارتيريال اند الارتيريال اند فور ذا اكسيت اوف بلاد عشان الدم يخرج منها طب والفينس اند فور ذا انترانس اوف الايه البلد طيب هنفهم بعد كده حته الفارنجيال ارشز دي ان الجزء ده بيبقى بيطلع منه اللي هو الارتيريال اند زي اقواس كده الاقواس دي اسمها فارينجيال ارشز فبتثبته طب الفينوس اند دي في حاجه ربنا خلقها بتتكون هنا في المنطقه ده اهي اسمها السبتم ترانسفيرسم سبتم ترانسفيرس يبقى الارتيريال اند الدم بيخرج منها وبتتثبت بالفارنجيال ارشز الفينس اند الدم بيدخل فيها وبتتثبت بايه السبتم ترانزفيرس اي سؤال لحد دلوقتي يا شباب في الكلام اللي انا قلته ها اخوانا اي سؤال السلايد <applause> اللي بعد السلايد اللي بعده الانبوبه بقى خلاص لزقت في بعضها بيبدا يحصل ايه شايفين الحته دي ايه اللي حصل لها المنطقه اللي في النص دي بدات تدخل لجوه فبيقول ان المنطقه دي يبدا فيها كونستريكشن كبير في البرايمري هارت تيوب يقسم لي الكونستريكشن ده لجزء علوي سيفاليك بارت وجزء بودال بارت الجزء العلوي ده البريميتيف فينتريكلز طب الجزء السفلي هيبقى البريميتيف اتريام يبقى ده البريمتيف فينتريكل وده البريمتيف اتريام طب سؤال هو الهارت بتاعنا احنا الفنتريكل فوق والاتريام تحت لا, هل العكس. لا. لا. ايوه لا. العكس احنا بقى عايزين نفضل ماشيين ورا الانبوبه دي لما نوصلها للشكل اللي انتوا خدتوه في الاناتومي طيب تعالوا بقى نشوف الدنيا يبقى فيها ايه الكونستريكشن ده هيظهر عليه two additional constriction للشكل اللي كان مقسوم بريميتيف فينتريكل فوق وبريميتيف اتريام تحت هيظهر عليه constrictions ثانيه two additional constriction هيقسم لي ال3 chamber caudal to the cephalic end طيب الجزء اللي فوق ده فاكرينه كان الفينتريكل ولا الإتريم؟ الفينتريكل الفينتريكل اللي هو اللي فوق واللي تحت كان مين الإتريوم، <applause> الاتريم زي ما هو اهو بالظبط زي ما هو الاديشنال كونستريكشنز ظهرت في الفنتريكل فقسمته الى ثلاث اجزاء اول جزء اسمه ترانكس ارتريوزس ترانكس ارتريوزس حد شاطر كده من اسمه يقدر يقول لي ده هيبقى ايه بالعقل كده البلمونري ترانك البلمونري ترانك بلمانري والاورطه والاسندنج اورطه طيب بالبس كوردس المنطقه الثانيه وبعدين الفنتريكل اللي احنا عارفينه وبعدين الاتريام يبقى اصبحت الانبوبه دلوقتي ترانكس ارتريوزس بالبس كوردس والفنتريكل آه الدكتور ياسر هو بيشرح قال لكم ان في حاجه اسمها الانفانديبولم بتاع الهارت أه لا ما قالش الانفانديبلوم اوف الرايت فينتريكل والفيستبيول بتاع الليفت فينتريكل ما اعتقد لا لا طيب تمام هن هن هنقولهم مع بعض واحنا ماشيين مفيش مشكله المهم التقسيمه دلوقتي اصبحت من فوق لتحت يا شباب ها بريميتيف فينتريك او من او سوري يعني هو ما مش كده مش ماشية بالترتيب اللي هم الثلاثه دول الترانكاس ارتيريوزس بالباس كوردس والفينتريكل وبعدين الاتريا طب ده كانت انهي اند الفينس اند ولا الارتيريال اند يا شباب فينوس اند طيب مع مع تكون الجنين كميه الدم جوه الجنين بتبدا تزيد فيبدا الدم اللي جاي للإتريام يبدا يتجمع في المنطقه ده عن طريق الفينز فروحنا مسميينها ساينس فينوزس ساينس فينوزس يبقى اصبح هذا التركيب من فوق لتحت تانكاس ارتريوزس بالباسكوردس. cordus بريميتيف فينتريكل بريميتيف اتريام ساينس فينوزس واضح يا ولاد الكلام كده الترتيب في اللي انا كاتبه ده مكتوب من تحت لفوق في اي سؤال لحد دلوقتي طيب بصوا للصوره دي كده الصوره ده اهي دي الهارت تيوب اهي دي الهارت تيوب طيب اللي لونه اصفر دي اللي اسمها الفور جات اللي بيتكون بعد كده الاوسوفيجاس يعني ده الاوسوفيجاس طيب الهارت تيوب اهي وهنا بالنسبه لنا الهارت تيوب اللي لونها احمر اهي وده الاوسوفيجاس اللي لونه اصفر ده تكبير اهو شايفين اللي لونه ازرق ده ده عبارة عن ميزو اسمه دورسال ميزو كارديام بيوصل لي الهارت تيوب بالأوسوفيكس صعب يا أولاد الكلام لحد دلوقتي ها أي سؤال في الكلام اللي قلته واضح <applause> الأنبوبة دي عمالة تنمو والمكان ضيق يبقى ايه اللي يحصل للانبوبه؟ العقل يقول ايه اللي هيحصل لها؟ تتعرج هتبدا ي... يتبدأ... تبدا تتلف <applause> هي بت... بيحصل لها انرجمنت وجروس والمكان ضيق فهلاقيها بدل ما كانت ستريت بدات تاخد حرف في ايه بالانجلش؟ حرف يو. اهي فبيقول لك ان هي هتبدا تاخد حرف اليو شابد لوب بيسموها بالبو فينتريكولار لوب سيبكم من الاسم ده مش مشكله. اللي هو يو شابد لوب طيب بص كده لليو شيبد هنا ده اللي كان اسمه الترانكاس ارتريوزس والبلباس كوردس تمام وهنا ده اللي هو الاتريم وده ده الاتريم وده الساينس فينوزس هيبدا يتكون حاجه جديده اللي معموله باللون الاخضر دي يا ولاد، الحاجه دي واصله ما بين مين ما بين و وما بين الفنتريكل فراحوا مسمينها اتريو فنتريكولار كانال يبقى بقى عندي حاجه جديده دلوقتي اهي كمان اسمها اتريو فينتريكولار كانال طب بيقول لك ان معدل النمو بتاع البالباس كوردز دي هو والفنتريكل بيزيد بمعدل اكبر من الاتريا والساينس فينوزس فبالتالي الدراع ده الدراع ده كده بيبقى ارتيريال لمب طب والدراع ده هيبقى ايه فينوس لمب يبقى حرف اليو دراع منهم هيبقى فينوس لمب وده هيبقى arterial limb. طيب الانبوبه بقى عماله تتنى اهي وده المكان اللي هيبقى فيه البريكارديم ان شاء الله. طيب وهي بتتنى كده المفروض مين اللي كان فوق هنا يا ولاد مش كان الاسوفيكس اللي كان في الحته دي يبدا فاكرين المكان ده كان اسمه ايه؟ كنا قايلين اللي بيوصل الاسوفيكس بالهارت تيوب كان اسمه ايه؟ دورس الميزودير دورسل كارديام ايه اللي حصل له؟ ها؟ ايه اللي حصل له في الحته دي يا ولاد؟ اختفى. الحته دي هتديني في الهارت حاجه اسمها ترانزفيرس ساينس وفي البريكارديم. خدتوها؟ ايه ترانزفيرس ساينس وفي البيريكارديم يبقى الانبوبه بعد ما تكونت وشكلت الاجزاء اللي احنا اتفقنا عليها هتبدا تطول وبعد ما تطول تتحول الى حرف يو بالانجلش بحيث أدا يعني شبيه بحرف اليو اهو اللي هو اللي اسمه البالبو فينتريكولار لوب الاند دي فيها الترانكاس arteriosus وفيها الفنتريكل ودي فيها sinus فينوذس وفيها الاتريا فبيقولوا دي ارتيريال لمب وده فينوس لمب طيب نتيجه الحركه دي جزء من الدرس الميزوكارديام ديسابير ديسابير ومع تكون اليو اليو دي, هت, دي الحته دي هتبدا تخش جوه اليو هنا فهتفصل ما بين الارتيريال لمب والفينس ليمب وهيبقى اسمها في الهارت بتاعنا ترانزفيرس ساينس اوف البريكارد مكمل المسيره حد شاطر يقول لي ايه اللي حصل للانبوبه كمان يا اولاد Internet. تكبر زيادة. حصل لها مور جروس والمكان ضيق زي ما اتفقنا فهتتنى زيادة التنت دلوقتي بقى شكلها عامل زي حرف ايه بالانجلش اس 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 شيب ده هو. يبقى تحولنا من الاس من اليو شيب الى الاس شيب طيب نبص على الاس شيب دي ده الترانكس ارتريوزا ساو وده البالباس كورتس. وده الرايت فينتريك right وده الليفت فينتريك طب والخضرة دي مين يا ولاد حد فاكر كان اسمها ايه انا ألت... Ventricular. Ventricular. ايوة ممتاز اتريو فينتريكولار كانال وبعدين الاتريم وبعدين الساينس فينوزوس ادى حرف الاس فهنا الاس شيب ده بقى فيه رايت right لمب اللي هو عبارة عن الترانكس ارتريوزوس والبالبس كوردس وليفت لمب عبارة عن الساينس فينوزوس والاتريا واللي بيوصل بينهم الفنتريكل اه صعب يا اخوانا الكلام لحد دلوقتي اللي بعده عشان نوصل لحرف الاس ده احنا هنا الجزء ده كان اسمه الترانكس ارتريوزس صح وده كوردس وده الفنتريكل وده الاتريام وده الساينوس فينوزس صح عشان اوصل للحرف ده ملاحظين ان البلبس كوردس هو والفنتريكل بقوا فين؟ بقوا فوق ولا نزلوا تحت؟ تحت تحت, تحت. 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 يبقى الجروس بتاع البلبس كوردس والفنتريكل <applause> داون وورد اند تو ذا رايت طب والاتريم والساينس فينوزا يا اولاد؟ ابورد ابورد اند تو ذا ليفت وضحت كده دلوقتي؟ يبقى انا عشان اوصل لحرف الاس ده نتيجة ان معدل الجروس بتاع البلباس كوردس هو والفنتريكل او الدايركشن اوف الجروس بيبقى داون وورد اند تو ذا رايت وبتاع الاتريا والساينس فينوزس اب وورد اند تو ذا ليفت اسمها ايه الحركه دي يا شباب؟ كاردياك ايه؟ لوبنج هي هيها نفس الكلام اللي احنا قلناه بتاع اليو شيب والاس شيب بس بتتقال بطريقه ثانيه. طيب A descent of the heart يعني ايه descent of the heart يا شباب؟ نزول. الهارت نزول. آه نزول. القلب يبقى معناه ان القلب اتكون inside the thorax ولا فوق؟, فوق؟ فوق ايه اللي فوق الثورax؟ <applause> الراس أني... والرقبه بصوا كده للسي دي دي سي كام؟ سيرفايكال رقم ثلاثة. يعني في الرقبة. وكل شوية مع مع التكوين ها يحصل إيه للهارت؟ يبدأ يحصل له ديسنت لحد ما يوصل لمكانه الطبيعي في السوركس بتاعنا. إيه رأيكم إيه السبب اللي يخلي الهارت يحصل ديسنت؟ نمرة واحد إن هو بينزل كودا تو ذا سوركس عشان الالونجيشن بتاع الاوسوفيجاس مش احنا يعني اتفقنا ان هو كان لازق في الاوسوفيجاس الاوسوفيجاس عمال يطول عشان ينزل لتحت فبيشد الهارت ينزله معاه الديفرنشال جروس بتاع الهارت الهارت عمال ينمو بطريقه معينه فبيبدا ينزل لتحت هلا يعني معنى كده خدوا بالكم انا احنا في كلام هنقوله النهارده اسمه انومالي انومالي يعني ايه انوماليز يعني ايه يا شباب عيوب عيوب خلقية العيوب الخلقية اللي الطفل بيتولد بيها على فكرة المحاضرة بتاعت النهاردة دي ان شاء الله لما تتخرجوا هتشوفوا الحالات دي كتير جدا 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 في المستشفى فاللي هيركز في الكلام لان المحاضرة دي مهمة قوي للاطفال اللي فيكو غاوي يشتغل اطفال باذن الله بعد كده المحاضرة دي مهمة قوي 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 انا دلوقتي ايه العيوب اللي ممكن تحصل في القلب يبقى لازم افهم تكوين القلب الاول واعكس اي حاجه بتحصل يعني احنا مش اتفقنا ان القلب هيعمل هيعمل ديسنت ايه رايكم ان طفله اتولد والقلب ماله فضل فين نيك ايه آي طفل مولود و... وموجود الهارت موجود في النك طب بصوا للصوره دي الاكس راي دي في ايه ايه المشكله اللي فيها إن آه مع <applause> هو الراجل كاتب لي هنا R اهو دايما في الاشاعات بتلاقي مكتوب R او تلاقي L يعني ده الرايت سايد فهنا لاحظنا ان الهارت بيميل ناحيه ايه؟ right. Towards ذا رايت سايد هل ده طبيعي؟ لا no. احنا no. ب... احنا الطبيعي بتاعنا فين؟ left. Towards ذا ليفت سايد دي من الحالات المشهوره جدا جدا في الاطفال يا طفل ما بيشتكيش من اي حاجه ولا عنده اي مشاكل سيادتك داخل تكشف عليه بالسماعه تحط السماعه على الهارت عادي عشان تسمع مش سامع حاجه يعني دايما بتبقى اكسيدنتالي ديسكفرد الحاله دي اسمها اه شوفوا الدكتور بقى السماعه هتضطر تحطها هنا ان شاء الله انتوا هتاخدوا في الاي سي ازاي تعملوا اكزامينشن للهارت فهنا بتحط السماعه على الرايت سايد غير الناحيه الثانيه احنا الطبيعي احنا بنحطه على الليفت سايد عشان نسمع اه ده الطبيعي دي بقى الحالة دي اسمها يا شباب ديكسترو كارديا ديكسترو يعني تورد ذا رايت سايد وكارديا يعني هارت يا ترى سببها ايه حد ذكي كده يقدر يقول لي ماسر للاتريوم والفنتريكل داونورد ذا البوت بص للصوره دي فاكرين الكاردياك لوبنج احنا قلنا البالباس كوردس والبالباس كوردس والفنترك اللي بينمو ازاي داون وورد عند ايه؟ to the right. عند تو ذا رايت صح؟ والساينس فينوزس والاتريم اب وورد اند تو ذا ليفت كده <applause> فده الطبيعي شوفوا دي ايه اللي حصل يا شباب؟ انفيرس <applause> 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 ايوه ان الفنتريكل والبالباس كوردس هما اللي اب وورد والاتريا والساينس بقوا داون وورد فده عمل لخبطه في الكارديا كلوبينج مما ادى الى What كولد ديكسترو كارديا. يبقى الترتيب اللي انا قلته ان البالباس كوردس هو والفينتريكل داون وورد انتو ذا رايت ده الطبيعي والساينس بينوزس والاتريا ابورد انتو ذا ليفت لو حصل العكس فالهارت هيتقلب في مكانه أنا أول ما بشوف الحالة دي والاقي القلب مقلوب لازم أتأكد إن بقية الأورجنز مظبوطة ها فهمت حاجة؟ حد يعرف يفسر الجملة اللي أنا قلتها دي؟ يعني إيه؟, إيه؟ يعني لازم القلب كل تنعكس برضه آه أيوه يعني هل المشكلة في القلب بس؟ ولا بقية الأورجنز كلها منعكسة؟ يعني انا عارف ان ان الاستومك على الشمال هي والسبلين هلقاهم على اليمين وال والليفر مفروض معظمه على الناحيه اليمين الاقاه معظمه على الناحيه الشمال والابندكس هلقاها بدل ما هي موجوده في الرايت سايد موجوده في الليفت سايد والاسندين كونوا العكس Descending كول ودينا كلها متلخبطه دي اسمها سايتس انفرسس سايتس يعني اماكن وانفرسس يعني معكوس ودي حاله ميجور وبرضه العيان ما بيشتكيش من حاجه بس انا كدكتور لازم ابقى عارف يعني الولد ده لو ده ولد وجاله التهف الزايده الدوديه هتلاقي بيشتكي من الناحيه ان هي أولاد اليمين ولا الشمال؟ الشمال الشمال لان لان الزايده عنده فتلاقيه جاي بيشتكي من الم في الناحيه الشمال زي الم الزايده وانا لو مش عارف القصه دي انا مش عارف اشخصه فلازم ابقى حاططها في الاعتبار وهل الطفل ده عنده القصه دي ولا لا طيب احنا كده خلصنا الشكل الخارجي هنمسك بقى غرفه غرفه من الغرف اللي احنا قلنا اسمائها دي لان انا مثلا انتوا لما درستوا الهارت خدتوا حاجه اسمها ساينس فينوزس في الهارت لا خالص عايز اعرف الساينس فينوزس ده هيعمل ايه احنا اتفقنا الساينس فينوزس نايم في حاجه اسمها سبتم ترانزفيرس ادى كده الصوره هنا ده البالبس كوردس وده الفنتريكل ده صوره رسم رسم دياجرام فهنا الاتريام اهو وده الساينس فينوزس الكبير ده ملاحظين ان الساينس فينوزس بيصب فيه ايه يا شباب كل ده عباره عن ايه الحاجات اللي بتصب فيه دي شبكه من ايه فيه. من الفينز شبكه من الفينز هي اللي بتعمل لي الساينس فينوزس ده طيب الساينس فينوزس ده مكون من جزء في النص اهو بنسميه ميديان بارت او سنترال بارت ومكون من رايت هورن وليفت هورن يبقى الساينس فينوزس مكون من كام جزء دلوقتي يا شباب ثلاثة سنترال بارت ورايت هورن وليفت هورن طب تعالوا شوفوا لي الرايت هورن ده بيصب فيه كام فين ادى واحد اتنين وده التالت والتالت ده مكون من اتنين يبقى بيصب فيه 3 فينز يبقى ايتش هورن ريسيفز 3 فين يبقى الساينس فينوزاس مكون من كل من ثلاث من حاجات و سنترال بارت و 2 هورنز وكل هورن بيصب فيه ثلاثه فينز اهو يبقى بادي او سنترال بارت او ميديان بارت البادي او السنترال بارت ده اهو بيفتح في مين يا شباب؟ في الاتريوم الفتحه اللي بينهم ده هي؟ اسمها ساينو اتريال أوريفس ساينو اتريال أوريفس وبيبقى عليها فالف اسمه ساينو اتريال فالف هذا كده تركيب الساينس فينوزس الساينس فينوزس كل فين زي ما اتفقنا كل هورن اسف بيجي له كام فين؟ ثري فينز فيتل لاين فين فيتل لاين فين ده كده الساينس فينوزاس اهو وده دي صوره دلوقتي من ورا يعني من ظهر الهارت من ورا فببص بلاقي الساينس فينوزاس كده اهوت بالتو هورنز بتوعه وده الاتريام اهو فده الرايت هورن وده الليفت هورن وكل واحد فيهم بيصب فيه كام فين زي ما اتفقنا ثلاثه فينز اول حاجه اسمه فيتل لاين فين الفيتل لاين فين ده carry unoxygenated blood أو deoxygenated blood from the yolk sac. كلمة yolk sac وكلمة vitelline زي بعض بيسموها باللغة العربية المح. vitelline vein جايب دم منين من اليوك ساك وبالتالي هذا الدم unoxygenated أو deoxygenated. umbilical vein تو هنا umbilical vein اهو بيصب في الليفت هورن وهنا umbilical vein بيصب في الرايت هورن. هذا الامبليكال فين الوحيد وتشي كاري بيشتغل ايه يا ولاد؟ اوكسجينيتد بلاد فروم ذا بلاسنتا مش انتوا البلاسنتا قبل كده؟ ايه. ايوه ايوه الامبليكال كورد الحبل السري كان فيه كام فين؟ اثنين فين ده في البدايه اه لا تو ارتريز وتو فينز في البدايه وبعدين بيختفي واحد منهم وبيبقى عندي فين واحد بس عشان كده بيسموه حبل الوريد ها كاريز اوكسجينيتد بلاد فروم ذا بلاسنتا ده الوحيد اللي كاري اوكسجينيتد بلاد طب الاخ الثاني ده اهو اسمه كومن كاردينال فين هذا الكومن كاردينال فين كومن كاردينال فين مكون من اثنين واحد اسمه anterior cardinal vein وواحد اسمه posterior cardinal vein آه، لكم انت تتخيلوا ان الطفل نايم على جنبه الفين الانتيرور بيمشي يطلع للرقبه ومنها للهيدن نيك والفين الثاني جاي من اللور ليمب والبلفس والابدومن قال لا يعني الأنتيرو كاردينال فين ده بالعقل كده هيديني مين فيما بعد يلا بنشوف حد ممتاز <applause> <applause> والبوستيرور كاردينال فين هيشارك في تكوين مين فيما بعد؟ الانفيرور فينا كيف صح بالكلام كده؟ يبقى هنا طيب سؤال يطرح نفسه هو السوبيرو فينا كيفا والانفيرو فينا كيفا موجودين بيصبوا في الرايت اتريام ولا في الليفت اتريم؟ <applause> <رات> اتريام؟ رايت <عالك؟ تصفيق> اتريام هل درستوا حاجه في الليفت اتريام؟ سبيرو فينا كيفا وانفيرو فينا كيفا؟ لا. لا يبقى معنى كده ايه اللي هيحصل يا اولاد بالذكاء كده ان الكاردينال فين اللي موجود هو والانتيرو كاردينال ودول هيحصل لهم ايه زي ما انتم شايفين دي ايوه آه بيختفي طب الدم اللي جواهم اوكسجينيتد ولا ان اوكسجينيتد بلاد ان اوكسجينيتد بلاد يبقى الدم الوحيد اللي اوكسجينيتد في الامبريولوجي اللي متشال جوه مين يا اولاد الامبيليكال فين طيب يبقى هنا دلوقتي الدم بقى هيجي منين؟ من الانتيرور كاردينال فين ومن البوستيرور كاردينال فين يصب في الكومن كاردينال ومنه الى الرايت هورن او الى الهورن والهورن هيصب في السنترال بارت والسنترال بارت عن طريق الفتحه اللي اسمها الساينو اتريال اوريفيس هيصب في الاتريام والاتريام هيصب في الاتريو فينتريكولار كانال والاتريو فينتريكولار كانال في الفينتريكل والفينتريكل في البالباس كوردس والبالباس كوردس في ترانكاس ارتيريوز وبعدين يطلع عن طريق الاورطه والبلمونري ترانكي يروح لاجزاء الجسم ها وصلت كده فهمنا الدم هيمشي ازاي اتفضلي ان هورن ليش اختي فتحت في الصوره اللي تحت ما احنا هنقول ليه دلوقتي احنا لسه انا 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 لسه ما شرحتوش انا بس ايه قلنا اسامي الفينز وبعدين سالتكم سؤال كده استخلصتوا منه ان الناحيه الشمال دي هتختفي طب تعالوا نقول بقى ليه هيحصل الاختفاء ده بصوا كده للمنظر ده ده احنا كده بنبص من قدام عشان كده ده الرايت وده الليفت وده الاتريوم ودي الفتحه اللي اسمها الساينو اتريال اورفس ملاحظين ايه في الهورن اليمين مقارنه بالهورن الشمال ايه اللي حصل يا ولاد <تصفيق> <تصفيق> حصل انلارجمنت okay. للرايت هورن على حساب الليفت هورن صح كده؟ طيب ده ليه بقى؟ لان في اورجن محترم جدا هنا على الناحيه اليمين هيبدا يتكون وهذا الاورجن عباره عن كتله من الدماء كله دم مين الاورجن اللي هيتكون على الناحيه اليمين وعباره عن دم الليفر. بس؟ الله ينور الليفر. عليك الليفر يبقى تكوين الليفر في هذه المنطقه اللي هي على الناحيه اليمين هيعمل ايه في كميه الدم اللي داخله هنا دي؟ هتزيد هتزيد جدا يزيد. فلما يزيد الدم يحصل ايه للرايت هورن؟ يبدا الرايت هورن يكبر في الحجم طيب شايفين دي كمان دي عباره عن وصله صح؟ الوصله دي بتعمل shifting of blood from left to right يبقى كميه الدم اللي هتبقى موجوده في الناحيه الشمال هيحصل لها ايه يا شباب؟ هتقل ولا تزيد؟ هتقل هتقل وكميه الدم اللي موجوده في الرايت هورن هتزيد زادت في... ولذلك الرايت هورن increases in size ها؟ on the expense of على حساب الليفت هورن طب سبب زياده هذا الدم ايه؟ development of the liver on the right side presence of a transverse anastomosis اللي هي ده هي دي ترانزفيرس اناستيموزيس اللي ما بين الليفت anterior cardinal vein والرايت anterior cardinal vein which shifts blood from left to right. طيب ده هيؤدي الى إيه ان الرايت هورن بيزيد في الحجم وان الليفت هورن بيزيد في الحجم. طيب في عندي مشكله بقى الباب ده اهو ده انا عايزكم تتخيلوا ان دي بالونه واحنا بننفخها. ايه اللي يحصل للباب ده يا ولاد؟ حد ذكي كده يحاول يفكر كده. الباب ده هيبقى بالعرض في الاول يعني هو بيبقى فاتحة بالعرض كده لما البالونه دي تكبر في الحجم الفتحه دي هيحصل لها ايه هتفضل زي ما هي بالعرض تميل يعني اعتبرها بالونه وانت عمال تنفخها من هنا انفخ البالونه دي كل شويه بتكبر في الحجم تكبر في الحجم الفتحه ده هتفضل زي ما هي بالعرض ولا هتختلف لا هتروح على جهه ثانيه ال... اه اللي بيحصل بقى اهي بصوا الفتحه اهي بدل ما كانت بالعرض بقت بالطول نتيجة انتفاخ الرايت هورن right يبقى الساينو اتريال فورم بكم فيرتيكال واحنا اتفقنا ان كان عليها فالف اسمه ساينو اتريال فالف هتلاقي الساينو اتريال فالف بقى له هنا رايت right فالف وهنا ليفت فالف يبقى رايت فالف وليفت فالف اسمه رايت اند ليفت ساينو اتريال فالفز يبقى ده كده الساينس فينوزس واللي حصل جواه ان كميه الدم اللي في الرايت هورن زادت عن كميه الدم اللي في الليفت هورن نتيجه تكوين الليفر ونتيجه وجود الاناستموزس اللي بتعمل شيفت للبلد من الليفت سايد للرايت سايد ايه اللي حصل الرايت هورن زادت في الحجم الليفت هورن صغر الفتحه اللي كان اسمها ساينو اتريال اورفيس كانت بالعرض دلوقتي بقت فيرتيكال بقت بالطول وجاردت باي تو فالفز واحد رايت واحد ليفت الساينس فينوزاس ده بقى بما انه مش موجود بصوا كده ده المنظر انا ببص من ورا وده المنظر اللي انتوا درستوه. حد حد فاهم حاجه؟ ها يلا حد شاطر يقول لي دي ايه؟ دي ايه يا ولاد ده؟ اللون اللبني ده مين؟ الساينس ده الرايت اتريوم طيب واللون الازرق ده مين؟ خدتوا الكوروناري ساينس؟ الكوروناري الكوروناري ساينس دي اللي بتجمع الفينس بلاد بتاع الهارت اهي دي الكوروناري ساينس اه يبقى الدنيا كده واضحه قوي اهو انا ببص من ورا ده الرايت هورن وده ليفت هورن الرايت هورن اللي كبر فاكرينه اللي كان كبر في الحجم هيديني يخش في تركيب الرايت اتريام تو فورم ذا بوستيرور سموس بارت اوف رايت اتريام انتوا خدتوا تركيب الرايت اتريام من جوه دكتور ياسر شرحه ايوه اه uh, ففي جزء سموس وجزء رف الجزء السموث بيجي من الرايت هورن اوف sinus فينوزس يبقى الرايت هورن اوف sinus فينوزس اللي هو ده اهو شارك في تكوين البوستيرو سموس بارت اوف ذا رايت right اتريام الليفت هورن حجمه اخباره ايه صغر ولا كبر صغر, صغر. هيديني الكوروناري ساينس اهو شارك في تكوين الكوروناري ساينس اللي هو ده وبيشارك في تكوين فين اسمه الاوبليك فين اوف الليفت اتريم اوبليك فين اوف الليفت اتريم بيبقى جاي ماشي من هنا كده مش موجود في الصوره دي اللي هو هنا اهو ده الاوبليك فين اوف الليفت اتريم وده الكوروناري ساينس يبقى اللفت هورن شارك في تكوين الكوروناري ساينس والاوبليك فين اوف الليفت اتريم فاضل جزء واحد في الساينس فينوزس اللي هو انهي جزء؟ كده قلنا الرايت هورن والليفت هورن فاضل انهي بارت؟ <تسجيل> <تصفيق> <تصفيق> السنترال بارت السنترال بارت بادئ بحرف سي فيشارك في, في تكوين الكوروناري ساينس اللي بادئ بحرف سي يبقى السنترال بارت هيشارك في تكوين الكوروناري ساينس اللي هو الحته دي وبعدين الرايت هورن شارك في تكوين الرايت اتريا من الجزء الناعم والليفت هورن شارك في تكوين الكوروناري ساينس والاوبليك فين اوف في الليفت اتريا لسه في حاجه اه الفتحه دي كان اسمها يا شباب؟ ساينو اتريال أوريفيس. انا كده فاتح الاتريم يعني هنا الراجل قاطع الاتريم عشان يشوف جواه ايه فلا الفتحه دي الفتحه دي مكونه من جزء يمين رايت وجزء يسار ليفت ساينو اتريال فالف الابر اند بتاع التو فالفز دول من هنا شبكة في بعضها اهي هتديني سبتم سبيريام اهو سبتم سبيريام يبقى الابر بارتس بتاع الفالفز فيوز وذ ايتش اذر تديني السبتم سبيريام ده طيب الضلفه الشمال ده اهي شايفين دي كده ده الاتريام يا ولاد على بعضه ما عنديش رايت اتريام وليفت اتريام بالذكاء كده الجدار ده اهو ان شاء الله ناوي يعمل ايه الجدار ده ينمو اه لما ينمو كده هيعمل ايه في الاتريام رايت وليفت ممتاز البلفه الشمال ده هي لما تلزق في هذا الجدار اللي هينزل من فوق يبقى بتشارك في تكوين ايه ها الجدار الفاصل ما بين الرايت اتريوم والليفت اتريوم فيما بعد يبقى بنقول الليفت ساينو اتريال فالف ده اهو هيشترك في تكوين الانتر اتريال سبتم انتر اتريال سبتم اللي هو الجدار العازل ما بين الرايت اتريم واللفت اتريم. طيب الضلفه اليمين دي بقى الضلفه اليمين ده هي اللي بيسموها الرايت ساينو اتريال فينوس فالف اللي هي هنا ده هي اهي آه بص هنا الصوره دي ده الجدار العازل اهو والضلفه الشمال شاركت في تكوين الجزء ده اهو. اهي اشتركت معاهم عشان تشارك في تكوين الجدار اللي اسمه الانتر اتريال سبتم. طب بتاع الناحيه اليمين اهي. آه بقت مكونه من ثلاث اجزاء سي اي سي عشان ما تنسوهاش الجزء العلوي ده عمل حاجه اسمها كريستا تيرميناليس كريستا تيرميناليس طيب الجزء ده عمل شارك في تكوين الفالف اوف الانفيرور فينا كيفا وده شارك في تكوين الفالف اوف الكوروناري ساينس اهو يبقى كلمه سي اي سي كريستا تيرميناليس inferior vena cava valve و coronary sinus valve كده احنا خلصنا sinus venous اي سؤال يا شباب معايا يا اخوانا معاك دكتور اي سؤال قبل ما تنقل؟ اي سؤال قبل ما تنقل؟ مفروض المسميات دي انتوا خدتوها مع الدكتور ياسر يعني خدتوا كلمه كريستا تيرمينالز دي وخدته ان في اوبننج اوف الانفيرو كيفا جاردد باي فالف اوف الانفيرو فيناكيفا ومفروض ان في فتحه بتاعه الكوروناري ساينس جاردد باي فالف اوف الكوروناري ساينس طيب تعالوا بقى احنا كده خلصنا الساينس فينوزس بعد كده هنتكون على حاجه اسمها الاتريو فينتريكولار كانال فاكرين اللي كان لونها اخضر هنا الراجل قسم الانبوبه اهي فهنا الساينس فينوزس وده الاتريام اهو وده الفنتريكل فلقينا ان في حاجه بتتكون هنا اهي اسمها الاتريو فنتريكولار يبقى الاتريو فنتريكولار كانال اهي موجوده ما بين البريميتيف اتريام والبريميتيف فنتريكل بيسموه بريميتيف او بريمورديال اتريام وبريمورديال فنتريكل طيب انا عايز اخد مقطع كده يا اولاد في ده بالعرض لما اخد مقطع فيها بالعرض وارسمها هرسمها ايه هي انبوبه هرسمها ايه دا. أرسمها داير ارسمها دايره اهو في البدايه كانت كده بنفس هذا الشكل طيب الخطوه اللي بعدها ايه اللي حصل لها في نتوءات اتكونت شايفين النتوء ده وده 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 كم واحد؟ أربعة. أربعة أربعة الأربعة دول سيبك من اليمين والشمال اللي ده اللي اسمه سوبيرور اندوكارديال كاشون كاشون يعني مخدة وهنا انفيرور اندوكارديال كاشون بيحصل لهم مور جروس اللي حصل لهم هنا يا شباب وبعدين ايه اللي حصل لهم هنا؟ يلا حد حد يقدر يقول لي الكلام كده بقى من اللي فهمه من الصوره ايه اللي حصل للكاشونز؟ ممتاز ولما عملوا فيوجن عملوا ايه في الانبوبه؟ <applause> اسموها حلوة قوي الكلمه بتاعتك دي اسموها نصفين النصين دول باللغه العربيه معناها ايه؟ تو ايكوال بارتس اسمة العدل اسمة العدل الناحية اليمين قد الناحية الشمال بالملي قد بعض بالظبط وشوف انا عمال اكد على الجملة اهي قد بعض بالظبط اسمة العدل الكلام ده بيحصل في نهاية الاسبوع الكام؟ الرابع اهو Ventral ودورسال اندوكارديال كاشون او بيسموها superior inferior بيبدأهم يظهروا في الوولز وبعدين grow towards each other اهو then fuse لما عملوا fusion عملوا جدار في النص هذا الجدار اللي في النص اسمه septum intermedium ومتهيالي اسمه واضح سبتم يعني جدار وintermedium المنصف لانه بيقسمهم زي ما اتفقنا الى divides into atrioventricular canal into right and left halves ادى الرايت هاف وادى اللفت هاف طيب ادى الاتريو فينتريكولار كانال اهي وهنا دول الكاشون اهي واحده فنترال واحده دورسال يحصل لهم ايه مع بعض فيوجن فبيقسموا لي الانبوبه الى جزئين جزء رايت اللي هو عامل فيه سهم معدي واللفت في النص الثاني اللي احنا قاطعينه بصوا للمنظر الجميل ده ده الاتريو فنتريكولار كانال اهي حد شاطر يقول لي ده ايه سبتم إنترميدي. ممتاز ده السبتم انترميديا ما هو وده الجزء اليمين وده الجزء اليسار طيب هنا ده مين الغرفة اللي فوق دي مين يا شباب اتريوم طب واللي تحت دي مين؟ فنتريكلز الأتريو فينتريكولار كانال ده واحنا بنشرح لكم الهارت او الدكتور ياسر بيشرح لكم الهارت جاب سيرتها في اي حاجه لا ما جابلكوش كلمه اتريو فينتريكولار في اي حاجه ما كانتش سيرتها صح لانها بيحصل لها ايه بقى هذا الجزء العلوي هنا وهنا يشارك في تكوين الجزء ده اهو يشارك في تكوين الرايت اتريا طب والجزء ده هيشارك في تكوين الليفت اتريا طب والجزء ده اهو هيشارك في تكوين الليفت فينتريك وهذا الجزء يشارك في تكوين الرايت فينتريك السبتم انترميديام ده هو بقى دي القاعده الاساسيه القاعده الاساسيه اللي ان شاء الله هنبني عليها الجدار اللي هيفصل ما بين التو اتريا والجدار اللي هيفصل ما بين التو فينتريكلز وضحت كده يا شباب ما واحد يجي يقول هو لازمتها ايه بما انها اصلا هتخش في تكوين الاتريا والفنتريك اللي من البدايه ما اتكونتش اصلا لا هو ربنا سبحانه وتعالى خلاها تتخلق وتتكون عشان في الاخر نطلع السبتم انترميديم ده بصوا كده بالعقل كده الجدار ده هينزل من الاتريا من فوق كده ويشبك في ده وده هيطلع من الفنتريك كده ويشبك هنا هذه القاعده سؤال يطرح نفسه بقى السبتم انتر ده لو مش موجود يا ولاد ايه اللي هيحصل؟ يكون خفيف ما في شيء يتثبت عليه ايه اللي هيحصل ما يكون هل أتوفر. تقسيم أتوفر. تقسيم الاتريم ده هيكون مظبوط؟ وتقسيم الفنتريكل هيكون مظبوط؟ وبالتالي أتوفر. تركيب الهارت اللي احنا عارفينه تو اتريا وتو تو هيتلخبط وده هنشوفه بعد كده ان شاء الله يبقى هنا بتقول بقى الابر بارت بتاع الاتريو فنتريكولار كانال رايت right وليفت دول ابزوربت انتو corresponding اتريم كلمه corresponding اتريم يعني ايه؟ يعني الجزء اللي في الناحيه اليمين هيخش جوه الرايت right اتريم والجزء اللي في الناحيه الشمال هيخش جوه الليفت اتريم طب واللور بارت في الكورسبوندنج ventricle نفس الكلام الجزء ده يخش جوه الرايت right فنتريكل والجزء ده يخش جوه الليفت فنتريكل والفيوجن فنترال و فنترال uh, ودورسال endocardial كاشون هيدوني السبتم انترميديام والسبتم انترميديام قلنا بيعمل ايه؟ ها؟ القاعده الاساسيه لتكوين الانتر اتريال سبتم والانتر فنتريكولار سبتم. انوماليز هنبدا بقى نشوف العيوب الخلقيه انا همسك لكم حته حته وكل ما نشرحها هنقول العيوب الخلقيه بتاعتها الكنال دي مش اتفقنا ان هي بيحصل لها ايه؟ بصوا للصوره دي كده يا ولاد. حد فاهم حاجه في الصوره دي؟ ما فيها انترميديت ما في سبتم انترميديت اه الاتريو فنتريكولار كانال فضلت زي ما هي. يعني التقسيمه بتاعتها الى رايت هاف وليفت هاف ما حصلتش. وبالتالي زي ما انتم شايفين كده فيه فالف اللي هو اسمه الترايكاسبيد وفالف اللي اسمه الميترا الموجودين ولا هو فالف واحد بس واحد نعم. هذا الجدار مكتمل ولا غير مكتمل غير مكتمل وده اخباره ايه برضو غير, غير مكتمل. مكتمل دي اسمها يا اولاد بقى بيرزيستنت اتريو فينتريكولار كانال يبقى الاتريو فينتريكولار كانال ظلت كما هي لم تنقسم ولم تعطي او لم تشارك في تكوين الجزء بتاع الاتريام ولا في تكوين الفنتريكل ودمرت كل المنظومه وبالتالي ما بيبقاش عندي فالفيز مظبوطه ولا عندي اي حاجه يبقى فيليير اوف فورميشن اوف الاتريو فنتريكيولار يعني ما فيش سبتم انتر ميديا متكون طيب الطفل ده اخباره ايه؟ الدم بتاعه عامل ازاي؟ متلخبط الدم لما يتلخبط عندنا بقى بيحصل حاجه اسمها ايه؟ ها؟ يعني انا الوقت لما بقول لك الدم اللي في الفينتريكل دخل على الدم اللي في الاتريا ممكن يا يا اولاد أو ساينوسيس ممتازه هي الكلمه دي This is a common channel between two the two atria and ventricle potentially cyanotic heart disease الاقي طفل حسب كميه الدم اللي موجوده الاقي الطفل ده بيزرق طبعا انا بشخص الحاله دي بايه يا اولاد الام جايه تقول لي والله يا دكتور الواد ده لما بيبكي او بيعمل مجهود بيبدا شفايفه تزرق وما اعرفش ايه طب خلاص تعالي بسرعه ونبدا نعمل ايه ها بشخص الحالات دي بايه يا شباب حد عارف جهاز اسمه ايه إيكو ممتاز الايكو بقوم عامل ايكو فبيطلع لي الريبورت بنفس هذا المنظر اسمها ايه الحاله دي بيرزيستنت اتريو فينتريكولار ها persistent atrioventricular canal أو common atrioventricular canal. ها؟ دي إيه الجملة دي؟ اقروا كده؟ unequal division. أنا قلت الاسم اسمة إيه يا شباب؟ عادل. ها؟ اسمة العدل. أنا عايزكم بقى تبصوا ده ده الهارت الطبيعي بتاعنا ده الميترال أهوت ده الميترال فالف ومفروض هنا Tricuspid فالف. ايه اللي حصل هنا في الحاله دي؟ الميترال ماله؟ ضيق بصوا للصوره كده الميترال ماله هنا؟ الفتحه بتاعته عامله ازاي؟ وده الترايكاسبيد، الميترال ماله هنا في الصوره دي؟ فتحه ضيقه ايوه اسمها ايه بالانجلش بقى الفتحه الضيقه دي بقى؟ ميترال ستينوزس اسمها ايه؟ ميترال ستينوزس، ضيق في الصمام الميترالي. طيب بما ان اسمه العدل هنا بقى حصل ان هي جارت على مين؟ ظلمت مين يا شباب؟ ظلمت الميترال ولا الترايكاسبيد؟ الميترال. الميترال وبالتالي حصل ايه في الميترال؟ حصل ضيق مش الترايكاسبيد ممكن يحصل فيه ايه يا شباب؟ حجمه هيحصل له ايه؟ يكبر يكبر, يكبر. فيحصل واتس كولد ترايكاسبيد ريجارجيتيشن ارتجاع يعني ايه ارتجاع؟ ان الدم يجي من الرايت فنتركل بما ان ده واسع يقوم راجع للرايت اتريوم تاني ها وضحت يبقى الحاله الاساسيه مايترال ستينوزس ليه لان السبتم انترميديام ده حصل فيه ديفيشن للليفت سايد ظلم الناس بتوع الليفت سايد ممكن يبقى معاها ترايكاسبيد ريجرجيتيشن لو الناحيه بتاعه اليمين واسعه نارو مايترال اورفيس ووايد ترايكاسبيد اند اور لان لقوا في بعض الحالات يا اما يبقى معاها وايد يا اما ما بيبقاش معاها وايد ترايكاس عادي هنا بقى ايه؟ ها؟ بما ان حصل لخبطه دي الجدار اللي هيتبنى فوق والجدار اللي هيتبنى تحت هيبقوا طبيعيين ولا يبقى ممكن يحصل فيهم مشاكل؟ في مشاكل <applause> آه، ايوه الجدار اللي هو السبتم <applause> انترميديم لم يتم تكوينه بالطريقه ولم يتم الطريقه بتاعته مظبوطه وبالتالي ممكن يحصل مشاكل في الجدار العازل بتاع التو اتريا والجدار الفاصل اللي موجود في التو فنتركلز. دي اسمها مايترال ستينوز طب ما ممكن يحصل العكس يحصل ايه ها احنا كده ظلمنا ناحيه إنسان. الشمال ما نظلم ناحيه اليمين هيبقى اسمها ايه ترايكاسبيد <تراكتس> <-cosmid> ايه ستينوزس <تراكتس عشيف> ممكن يبقى معاها مايترال ريجارجيتيشن <تراكتس> <-tish>. خلاص الديفيشن <تراكتس> هيبقى توردس الايه يعني شوف المايترال هنا طبيعي وجميلة اهو انما على الناحيه الثانيه ماله الترايكاسبيد ماله ضيق زي ما انتم شايفين بالمنظر ده هنا هيحصل ايه deviation توورد the right side برضو نفس الكلام الترايكاسبيد بيبقى نارو والميترال طبيعي او واسع هنا برضو بيحصل كومبايند ويز اذر septal ديفيكتس حد شاطر يقول لي ده فيها ايه دي ده النورمال هارت ها بصوا دي كده ايه اللي انتوا شايفينه في الصوره دي يا اولاد <applause> الليفت <بجي> فينتريكل ماله الليفت فينتريكل ها الليفت فينتريكل <applause> 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 صغير قوي قوي في الحجم طب سؤال هو الليفت فينتريكل بيجيب له بيجي دم منين من <applause> عن طريق <applause> عن طريق, <تصفيق> 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 عن طريق <تصفيق> <تصفيق> الميترال فالف صح كده؟ هلا يعني معنى كده كميه الدم اللي بتيجي للليفت فنتريكل مالها؟ قليلة ليه؟ لأن الميترال فالفي ماله؟ كلوزد آه هنا الميت مش كلمة كلوزد دي بقى أنا مش عايزها كلوزد يعني ممكن يتفتح لا اسمها ميترال اتريزيا أو اتريزيا الميترال فالف مغلق بالكامل ربنا خلقه مقفول الحالة دي من الحالات اسمها ليفت اسمها hypoplastic lift heart syndrome هي الكلمه دي مش موجوده عندكم في الامبريولوجي بس دي من الحالات السيئه جدا 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 حتى هم كده يعني بتوع الاطفال اللي هم في ال... اللي بيسموهم النيونيتس اللي هم المبتسرين آه يقول لك ايه فيري فيري باد انفانت او نيونيت لما تلاقي حاله الطفل وحشه قوي 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 شك في الليفت الهايبوبلاستك lift heart syndrome تقوم عامل ايكو فهتلاقي المشكله دي ده الميترال اتريزيا وده طبعا هيبقى سببها ايه ان الكاسبس بتاعتها ده ما حصل فيها فيوجن في لزقت وطبعا سمول فينتريكل زي ما انتم شايفين والرايت فينترك حجمه ايه كبير قوي وهلاقي عندي بقى مشاكل بقى في السبتم اللي فوق اه كده حتى لو حد فيكم ركز ده كده ال ال الجدار العازل ما بين الرايت اتريم والليفت اتريم مفتوح وممكن تلاقي هنا برضو كمان الجدار ده هو مفتوح يبقى ممكن يبقى عندي اتريال سبتال ديفكت او فنتريكولار سبت اللي هما بيسموه ثقب في القلب لو انتوا بتسمعوا الكلمه دي كتير قوي ترايكاسبيد اتريجيا برضو بص الترايكاسبيد ايه اللي حصل فيه الفالف ماله مش موجود اصلا والدنيا مقفوله خالص فبرضه نفس القصة لازم الجدار الفاصل ما بين الفنتريك المفتوح اهوت والجدار الفاصل ما بين التو اتريا مفتوح عشان هذا الطفل يعيش هنا الرايت فينترك اللي هو اللي حجمه صغير والليفت فينترك اللي حجمه طبيعي او كبير دي اسمها تراي كاسبيد اتريجيا او اتريزيا أه. حد شايف دي كده حد حد يقدر يفسر لي دي فيها ايه الرايت اتريوم ماله الرايت اتريوم الرايت اتريوم حجمه كبير قوي صح في فتحتان والرايت فينتريكل حجمه صغير صح؟ طيب الترايكاسبت فالفز موجود ولا مش موجود؟ موجود هو المفروض مكانه يبقى فين؟ مكانه يكون شويه فوق أوه. ايوه المفروض مكانه هو حتى الراجل راسم لكم دايره بالنقط اهي، ده مكانه الطبيعي يبقى اللي حصل للترايكاسبت فالف انه ماله؟ سقط لتحت وقع لتحت كده فدي اسمها ابيشتاين انومالي دي مش موجوده في الامبريولوجي بس انا عايزكم تعرفوها ابشتاين انومالي الابشتاين انومالي زي ما انتم شايفين شايفين المنظر ده كده الرايت اتريم كبير جدا وسمول رايت فينتريكل وداون وورد ديسبيسمنت اوف الترايكاسبيد فالف يعني تلاقي الفالف نازل قريب من الايبكس اوف ذا هارت نازل لتحت خالص وهايبرتروفي في رايت اتريم تضخم في الرايت اتريم وسمول رايت فنتريكل زي ما اتفقنا احنا كده خلصنا الجزء بتاع الاتريو فنتريكولار كانال يبقى احنا شرحنا الساينس بينوزس وشرحنا الاتريو فنتريكولار كانال هنتكلم دلوقتي على الجزئيه بتاعت الاتريام الاتريام مفروض انه هيتقسم نصين عايزين نعرف الجدار ده هيتكون ازاي يا اولاد الجزء اللي انا شرحته في اي سؤال فيه قبل ما اتنقل للحاجات دي دكتور عندي سؤال فضل. في 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 حق الميترال mitral atresia yeah. hmm? mitral, mitral atresia uh, دكتور في الـ left ventricle لما يصير مرة ضيق ويتقفل ينفتح الـ left ventricle على الـ right ventricle عشان يعيش الطفل زي كذا حتى الفكرة بالنسبة oh, للـ بيتفتح وحتى الاتريوم صح؟ فوق ينفتح مع الراحة لازم الراحل. بصوا يعني ربنا سبحانه وتعالى خالق الدم بيمشي بطريقه معينه في الامبريولوجي. لو حصل اي تغيرات تغيرات نتيجه عيوب خلقية في القلب اوتوماتيكلي الفتحات دي مفروض خدوا بالكم الفتحات دي موجودة في الامبريولوجي. وبعد الواحد ما بيتولد بيتولد الفتحات دي بتتقفل كلها. طب بما ان هذا الطفل عنده عيب خلقي في القلب هذه الفتحات بتظل حفاظا على حياه هذا الطفل. لانها لو اتقفلت الطفل ده هيموت. ولذلك من رحمه ربنا ان الطفل ده بيتولد بيبقى عنده عيوب خلقيه اه في القلب بس الفتحات دي كلها موجوده ولذلك دايما الحاله بتاعه القلب بتبقى معقده شويه. اول ما بيتعمل ايكو ويبداوا يعرفوا الحاله ايه يبداوا يعملوا يقول لك هنبدا نعمل خطه عشان نعالج هذا الطفل. والله اذا كان هنتعمل بقى بالقسطره ولا هنخش نعمل من عمليه بقى اوبن هارت يعني الفالف هنركب فالف تاني او هنعمل كذا او هنعمل كذا بناء على منظومه كبيره نشوف الفتحات اللي اتفتحت دي لما اعالج المشكله هبدا اقفل الفتحات دي كمان ها وضحت الامور كده ببساطه طيب طب في بقى بيتقسم الى رايت وليفت إتريم نتيجة تكون حاجة اسمها سبتم برايمم كلمة برايمم يعني ايه بالعربي اللي جاي منها كلمة ايه برايمري برايمري يعني الاولي فسبتم برايمم أوه. ده الحاجز الاولي ده بيظهر في نهاية الاسبوع الرابع زي ما هنشوف دلوقتي بصوا كده معايا الصورة دي انا باصص على الهارت من قدام باصص عليه منين من قدام وبالتالي ده الرايت سايد وده الليفت سايد ورحت قاطع الاتريا والفنتريكل كورونال سيكشن فده السبتم برايم ما هو طيب الصوره دي يا ولاد انا باصص على قطعت الاتريا والفنتريكل وباصص عليهم من الجنب ها وضحت الفرق بين الصورتين يبقى الصوره دي انا باصص على الهارت قطعته وباصص عليه من قدام الصوره دي انا باصص عليه من الجنب سواء من الناحيه اليمين او اليسار مش هتفرق معايا. معايا يا اخوانا؟ السبتم ده هو اللي هو ده اللي اسمه السبتم برايم ظهر من الروف اوف البريمتيف اتريم ده اسمه الروف اوف البريمتيف اتريم هو بيتكون من الروف اوف البريمتيف اتريم وينمو في اتجاه مين يا ولاد مين ده اهو؟ حد شاطر يقول لي مين ده؟ انترميديت سبتم انترميديوم ايوه السبتم يبقى هذا السبتم برايمم بينمو من الروف اوف البريمتيف اتريوم اند جرو تووردس ذا سبتم طب هذا السبتم برايمم لو كمل وشبك هنا هذا الطفل هيموت فاكرين السؤال اللي زميلتكم سالته قلت لها الفتحات دي ربنا خلقها في الامبريولوجي حفاظا على حياه الطفل بعد ما بنتولد بيحصل تغيرات في قلب الطفل وعمليه التنفس بتبدا فلذلك هذه الفتحات كلها بتغلق يبقى ممنوع ان الفتحات دي تغلق اثناء الامبريوليش طيب يبقى هنا السبتم برايمم ارايزز فروم ذا روف اوف ذا بريمتيف اتريوم اند جرو توردز ذا سبتم اللي هو ده طيب هذا السبتم ده شكله من قدام هيبقى كده في المقطع شكله من الجنب اهو اللي هو لونه اورنج شويه شايفين اللي هو شكله ايه هلال الشكل كريسنتك او سيكل شيب عامل زي الهلال كده اهو ده السبتم برايمر اهو طيب هل السبتم برايمر شبك في السبتم انترميديم ولا في فتحه بينهم الفتحه الدم يعدي يخلي الدم يعدي من الناحيه اليمين يصل الى الناحيه الشمال الفتحة دي اللي هي الفتحة المدورة دهي ده اسمها أوستيام برايمم أو بيسموها فورامين برايمم يبقى الجملة التانية اهو The lower margin of the septum primum is separated from the septum intermedium by opening اسمها فورامين أو أوستيام برايمم اللي هي دهي ده طيب حد شاطر يقول لي إيه اللي حصل هنا تفضل ممكن تعيد بس المنظور يعني كيف ال هي من جهة إيش يعني بالضبط؟ إن أنا دلوقتي تغير. أنا تخيل إن ده هارت كامل وأنا رحت قاطعه بالسكينة لجزء أمامي وجزء خلفي اللي هو بيسميه كورونال سيكشن ورحت باصص فده كده الرايت اتريم أهو وده الرايت فنتريكل وده الليفت فنتريكل وده الليفت اتريم فده الجدار اللي هيفصل بينمو كده أهو طيب أنا هنا في الصورة دي جيت الهارت قطعته نصين يعني جيت بالسكينه كده قطعته نصين ورحت باصص عليه من الجنب يعني تخيلي دلوقتي انت لو بتبصي انت انت جالسه جوه الليفت اتريا يعني تخيلي ان انت جالسه جوه الليفت اتريا فهذا الجدار اللي يفصله لو انا قطعت الجدار ده هيوديني على الرايت اتريا ها وضحت كده ولا ايه ايوه يا دكتور طيب اللي حصل هنا في الصوره دي حد شاطر يقول لي ايه اللي حصل في الصوره دي اندمج مع السبتم إنترميديا؟ حلو يبقى السبتم برايمم حصل له جروس وشبك حصل فيوجن في السبتم انترميديان طب ما كده يا دكتور القاعده بتاعتك اللي انت قلتها باظت قال لك لا ما باظتش ايه اللي حصل فوق يا اولاد؟ اوبننج فتحه ثانيه من فوق ايوه آه اتكونت فتحه جديده يعني زي ما اتفقنا ما ينفعش لان دي لو اتقفلت الطفل هيموت فربنا سبحانه وتعالى اول ما السبتم برايمم شبك في السبتم انترميديم بقى في فتحه جديده الفتحه الجديده راحوا مسمينها ايه اوستيوم سكندم جاي من كلمه سكندري يبقى ده كان اسمها الاوستيوم او فورامين برايمم وده اسمها اوستيوم سكندم او فورامين سكندم اخواننا واضح كده الكلام ده ايوه دكتور ايه اللي هيحصل بعد كده ده ده الشرح ده كله بتاع الجزئيه بتاعه الفيوجن اللي انا قلتها طيب الدم كده هيعدي منين هيجي من الرايت اتريم يعدي في الفورامين سكندم او الاوستيام سكندم عشان يروح للليفت اتري طيب الخطوه اللي بعدها ادى السبتم برايمة. واحنا اتفقنا ده الرايت فينتريكل اهو لقيت حاجه صغيره عماله تتكون هنا اهي شايفين الصغيره اللي خالص ده ايه دي جدار جديد هذا الجدار الجديد بينمو كده وينزل كده اهو هينمو في هذا الاتجاه في اتجاه مين برضو السبتم انترميديا انترميد. يبقى انذر سبتم ارايزس الصوره الجانبيه هو شكله لونه اخضر ده فشكله هلال برضو هذا الكريسنتيك سبتم اسمه سبتم ساكاندام arises from the cephalic wall of the primitive atrium اللي احنا بنقول عليه الروف and grow towards the septum intermedium طيب وهو بينمو كده يا شباب شبك في السبتم انتر ولا لم يشبك فيه فيوز or doesn't fuse في. يبقى لا doesn't fuse with it طيب هذا السبتم ساكاندام على يمين ولا على يسار السبتم انترميديا اللي احنا كوناه ده السبتم انترميديا اهو على يمينه على الرايت سايد right بتاعه تمام يا اخوانا طيب بصوا للدم كده هيجي الدم كده يعدي من تحت السبتم سكندم ويقوم معدي من الفتحه اللي اسمها الفورة من ها آه اخوانا معايا كده ولا ايه طيب مع زياده الايه النمو الفتحه ده اهي دي كده هتبدا تنمو اهو ينمو كده لتحت 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 هنا اهو هو بينمو لتحت لتحت وساب فتحه عشان الدم يعدي منها اللي هي الفتحه ده اهي فالدم هيجي كده يعدي منها اهو يمشي في ممر ما بين التو وولز اللي هو السبتم سكندم والسبتم برايمم وبعدين يعدي من الفتحه اللي كان اسمها من سكندم عشان يروح للليفت سايد. الممر اللي هنمشي فيه الدم ده اهو سموه فورامين اوفال او اوفالي فورامين اوفالي في ناس بتقولها اوفالي وفي ناس بتقولها اوفال يبقى الممر اللي تكون ما بين الجدارين اسمه فورامين اوفالي معايا يا اخوانا The for the foramen oval is a not. شوف الجملة بقى. Not a simple orifice. مش فتحة عادية. This is oblique passage. طيب بصوا معايا كده انا هعمل رسمة بسيطة لو قلنا ده الاتريام كده اهو وده كده هيبقى مين اللي تحت ده الفنتريكل الحتة دي مين دي هتمثل مين الحتة اللي انا بعملها دي السبتم الانترميديا طيب خلينا نعمل لون ازرق وليكن ده مين ده اللي كان بيتكون من هنا وبعدين فضل ينزل ينزل وبعد كده ايه ساب من فوق ده ده السبتم برايمر احنا قلنا على يساره مين اللي بيتكون سبتم سكند بيشبك في السبتم انترميديم ولا بيفضل بعيد عنه بعيد عنه حلو الفتحه دي كان اسمها يا شباب فورامن اوفر فورامن <applause> ها سكندم طب بعد ده ما اتكون كده دلوقتي الدم هيجي من هنا اهو ويمشي في هذا الممر عشان يروح الناحيه الثانيه ها وصلت الممر اللي احنا مش هنا فيه دلوقتي ده هيبقى اسمه فورامن اوفالي فورامن اوفالي واضحه كده يا ولاد ولا ايه واضح ها ايه واضحه طيب السبتم ده اسمه ايه سبتم برايمم طب وده اسمه ايه سبتم سكاندم والفتحة اللي فوق دي كان اسمها في الأول كان اسمها أوستيام أو فورامين سكاندم طب هذا الممر اللي تكون اسمه فورامين أوفالي آه دكتور اتفضل آه في فورا من سكندب بس فين الفورا من آه اللي آه هو البرايمم؟ ما هو البرايمم ده كان متكون ازاي اصلا؟ اهي الصوره سبحان الله جت اهي مش ده برايمم كان سايب فتحه اللي هي كان اسمها ايه بقى؟ اوستيام برايمم طب ايه اللي حصل للسبتم ده؟ مش يعني احنا اتفقنا بيحصل له ايه؟ ها؟ بينمو ويشبك هنا يبقى الفتحه دي ايه اللي حصل لها؟ اختفت اختفت اتقفلت يبقى الاوستيوم برايمم ده كان في البدايه ولما هذا السبتم شبك في السبتم انترميديم اختفى وتكون واحد فوق اللي احنا سميناه ايه؟ اللي كان فوق كان اسمه اوستيوم سكندم اللي هو ده هو وبعدين الجدار اللي اسمه السبتم سكندم بدا يتكون فعمل لي الممر اللي احنا اتفقنا عليه اللي اسمه الفورامين اوفالي. كل ده احنا شرحناه خلاص. طيب آه. دكتور ليش ايش الحكمه من الممر هذا؟ ما احنا اتفقنا لازم الممر يكون موجود عشان الدم يعدي من الرايت سايد الى الليفت سايد دكتور القصه هذه كلها تصير في النورمال كونديشنز ولا بس لما كل ده نورمال كل ده نورمال تمام ما احنا هنشوف دلوقتي بقى هيحصل ايه في الاخر طيب بصوا للصوره الجميله دي الصوره دي في الاول ده السبتمبرايم برايم ما اهو واحنا اتفقنا شكله هلالي وده الرايت اتريوم وده الليفت اتريما وده مين ده الحته دي هتبقى مين حد شاطر يقول لي مين دي سبتم انتر انترميديا ففي الاول الفتحه ده اللي معدي فيها السهم ده دي الفتحه دي كده اللي, اسمها الفورامين برايمم فورامين برايمم اللي هو ده اهو ايه اللي هيتكون على يمينه بص آ... سوري قبل ما يتكون على يمينه ايه اللي حصل للسبتم برايمم الازرق شبك في مين سبتم انترميديا شبك في سبتم الفتحه اللي كان هنا حصل لها ايه؟ اتقفلت بس راح متكون فتحات صغيره فوق اهي اللي بقى اسمها ايه الفتحات اللي فوق دي؟ اوستيوم سكندم سكن. طب اللون الاخضر ده بقى السبتم الجديد اللي اتكون على يمينه اللي اسمه سبتم سكندم مع النمو اهو هيبدا في الاخر يتكون الدم يعدي من هنا ويمشي في ممر ويعدي للناحيه التانية الممر اللي السهم مشى فيه اسمه ايه يا شباب؟ فورامين فورامين أوبالي. اوفالي اوفالي او اوفالي فورامين اوفال ده بقى انتوا درستوه مع الدكتور ياسر حد جاب سيرته في حاجه ايوه حد شاطر يقول لي ده هي ايه هذه الفورامين اوفال ما ده أو فورامين ده فورامين لما يبكي البيبي ده هذه براميوم. براميوم. براميوم بص لا انا انا عايز بس لا دي اسمها ايه في الاناتومي؟ فصة. 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 أيوة. فصة. فصة أوفاليس ايوه ممتاز فصة اوفالس فصة اوفالس ركزوا معايا في اللي انا هعمله كده ها شايفينها معايا يا اولاد الفتحه دي شايفينها كده <applause> ايوه <لا. تصفيق> نجيب تاني اهي انا فاتح انهي اتريام دلوقتي فتح الرايت اتريام فبلاقي في عندي فصة اوفالس طب والحرف ده اهو؟ اهو. اسمه انيولاس اوفاليس. انا لو جيت ودخلت سلك هنا. هذا السلك هيمر للناحية التانية ولا هذا المكان مغلق؟, مغلق؟ مغلق. مغلق. جميل. انا دلوقتي بعد الطفل ما بيتولد بيبدأ ياخد النفس الأولاني فبيبدأ يحصل تغيرات فيسيولوجيكال تشينجز في قلب الهارت كله بيتغير اللانج في الامبريولوجي كانت شغاله؟ والجنين في بطن الام كانت اللانج بتشتغل؟ لا ما بتشتغلش لا. خالص ما بتشتغلش خالص وبالتالي انا دلوقتي اول ما الطفل نزل وخد نفس اللنج بدات تشتغل يبقى الهارت بتاعه هيتحول من تركيب الهارت في الامبريولوجي الى الهارت زينا بالظبط فهيحصل تغيرات فيسيولوجيكال تشينجز يبقى السبتم برايمم والسبتم سكندم هيلزقوا في بعض هيلزقوا في بعض فلما يحصل الكلام ده الحرف ده اهو انا عايزكم تلونوا الحته دي باللون الاخضر فاكرين اللون الاخضر كان انهي سبتم سبتم سكندم ممتاز يعني انا الوقت لو بخبط بالمشرط كده يبقى ده انهي سبتم ده السبتم سكندم في الامبريولوجي ساكندم. فالحرف التحتاني بتاع السبتم سكندم هيشارك في تكوين الانيولاس اوفاليس طب الحته دي دي من السبتم سكندم ولا من السبتم برايمم؟ برايمم ممتاز برايمم. يبقى الفوسا اوفاليس عباره عن سمول ديبريشن من السبتم برايمم والانيولاس اوفاريس عباره عن اللور مارجن اوف السبتم سكندم اه تعالوا بقى نشوف بقى الانوماليز فهمنا الوقت كده ازاي القصه هتتكون طيب تعالوا نشوف الحاله بصوا كده لدي هنا مفروض الدم في الرايت سايد بيعدي من الفوره من اوفال عشان يروح الليفت سايد بعد الطفل ما اتولد مفروض يحصل ايه للفوره من اوفال ده يا ولاد؟ ب... ببساطه كده ببساطه يا اولاد هو ايه اللي يجبر الدم انه يعدي من هنا يروح هنا ها حد شاطر يقول إنه ايه اللي يخلي الدم يعدي ايه اللي أنت... إيه يخلي يعدي الدم من هنا لهنا ما في بلمنري ترانكلس حلو مفيش بالمونري ترانك يعني الضغط جوه الليفت اتريام الضغط جوه الليفت اتريام ماله عالي ولا قليل عالي قليل هو هو سؤال يطرح نفسه يعني الدم اللي جوه الليفت اتريام بيجي منين طيب صلوا على النبي صلوا على النبي دلوقتي الدم الطبيعي بيبقى موجود جوه الرايت اتريام صح في الطبيعي فينا احنا أيوه. فينا احنا فينا احنا أيوه. بينزل من الرايت أيوه. اتريم يروح للرايت فينترك صح؟ ومن الرايت فينتركل يروح فين؟ للنج. الرايت فينتركل عن طريق للنج. البلمونري ترانك يوديه لللنج صح كده؟ ومن اللنج يرتفع عن طريق البلمونري فينز يجي فين؟ للليفت اتريم ومنه الى الليفت فينتركل والليفت فينتركل للأورت طيب الدم بقى في الامبريولوجي اللي موجود في الرايت فينتركل هيجي يتضخ في البلمونري ترانك يلاقي اللنج مالها؟ ما هي شغالة ولا مش. ما بتشتغلش؟ ما هي شغالة مش شغالة، وبالتالي الدم اللي هيروح للبالمونر ترانك هتبقى كميته قليلة ولا كتيرة قليلة ولا كثيرة أي فعلا؟ كثيرة. كثيرة يعني أنت دلوقتي الطريق مقفول هتروح ولا هترجع ولا مش هيبقى في دم أصلا بيعدي؟ كمية الدم اللي هتروح البالمونر ترانك بتبقى قليلة جدا فبالتالي كميه الدم دي هتروح فين؟ بيبقى الدم اللي جوه الرايت اتريم جزء صغير قوي بينزل للرايت فينتريكل يروح على البلمونري يلاقي السكه مقفوله. بقيه الدم كله هيعدي عن طريق الفرامين من اوفالي يروح للليفت اتريم. نتيجه فرق الضغط هنا كميه دم كبيره وضغطها عالي عن هنا. فالدم يروح للليفت اتري ومن الليفت اتريم يروح فين يا اولاد؟ الليفت فينتريك والليفت فنتريك اللي يضخه في الاورطه يوزعه على جسم الجنين. وضحت كده ببساطه طيب احنا بقى فينا الكبار لما الطفل ده يتولد الدم ده اهو هينزل في الرايت فينتريكل يلاقي الحمد لله السكه بتاعت اللنج مالها اشتغلت ولا ما اشتغلتش؟ اشتغلت اشتغلت, يقوم رايح على اللنج ومن اللنج يروح فين؟ على الليفت اتريم عن طريق البالمونري فينز يبقى الضغط جوه الليفت اتريم هيبدا يحصل له ايه بالراحه كده كل شويه يحصل له ايه؟ يرتفع. هي... هيرتفع لحد في الاخر ما يبقى زي الضغط جوه مين الرايت right <applause> فبالتالي هذا الممر اصبح له لازمه لا وبالتالي فيسيولوجيكالي كلوزد ها الجمله دي واضحه يعني من ناحيه الفسيولوجي في دم هيعدي ولا لا لا ليه لا. نتيجه تساوي الضغط على اليمين وعلى حلو الكلام طيب. إنما من ناحية الأناتومي هذا الممر ما زال قائم ولا لأ؟ ممكن طيب. ينفتح. لأ أنا بسأل سؤال اهو بس ما, ما تقولش ممكن أنا مش عايز ممكن دلوقتي. هذا الممر ما زال قائم ولا لأ؟ ما زال قائم. Yeah. بس في دم بيعدّي. لأ. Yeah. لأ. عشان كده بنقول yeah. جملة شهيرة قوي. Physiologically closed, anatomically opened. لحد الشهر الثاني بعد الولاده. عند الشهر الثاني بعد الولاده الشفتين دول بيقوموا لازقين في بعض ويقفلوا الفتحه. ويبقى physiologically closed and anatomically closed. اه وضحت يا ولاد ولا ايه؟ واضح؟ دكتور لما لما يتساوى الضغط وما يروحون عن عند بعض فالدم اللي في الرايت فينتريكل وين يروح؟ اه ما احنا قلنا بقى هيبقى يمشي الطريق الطبيعي زينا بقى. هيطلع من الرايت فينتريكل يروح للبالمونري ترانك يروح للرئه يطلع من الرئه يرجع عن طريق البالمونري فينز يروح على الليفت اتريا من الليفت اتريا من الليفت فينتريكل زي زينا بالظبط مجرد انه خدد النفس الاولاني بتاعه كل التغيرات اللي في الامبريولوجي هتنعكس كلها ويبقى زيه زي اي شخص فينا واضحت كده ببساطه طيب من ضمن الانوماليز بتاع الانتر اتريال سيبتم حاجه اسمها بروب بيتنسي اوف فورامين اوفالي يعني ايه بروب بروب ده انتوا عارفين القسطره هما بيخشوا بالقسطره فهو الدكتور بيخش بالقسطره وبعدين يجي من الانفيرو فينا كيف ده يخش بالقسطره كده فيقدر يقوم معدي سلك يعدي هذا السلك لان الممر اناتوميكالي ايه اوبند ولا كلوزد اوبند اوبند بس فيسيولوجيكالي ايه Closed كلوزد فدي اسمها بروب بيتنسي انا لو عديت حاجه هتعدي يبقى سببها ان الفيلير اوف فيوجن اللي ما حصلش كومبليت فيوجن ما لزقوش بعض بالدرجه المطلوبه لسه طيب ده كالي باسج but نوت فيسيولوجيكال وان مثال الجمله خلاص احنا فسرناها فيري نارو باسج allows ذا بروب تو باس ثرو ذا رايت atrium تو ذا ليفت هل في دم بيعدي لا في دم هيعدي يا اولاد ولا احنا اتفقنا ماله مفيش لا. دم بيعدي وبالتالي الطفل ده هيشتكي من اي حاجه لا لا. مش هيشتكي من اي حاجه يبقى الحمد لله الولد ده عنده المشكله دي بس مش هيشتكي من اي حاجه ولذلك انا لو اكتشفتها بقول لها ما تقلقيش ان شاء الله بس هتتابع معايا كمان ست شهور بتيجي بعد ست شهور بنشوف بنلاقي الممر ده ايه اللي حصل له اتقفل تماما بقى انا توميكالي كلوزد كمان وخلصت القصه والموضوع منتهي طيب بيتنت فورا اوفال كلمه بيتنت يعني ما زال مفتوح هذا الممر اهو زي ما انتم شايفين كده مفتوح والدم بيعدي والراجل عامل حركه غريبه قوي ها ايه ده السهمين مالهم؟ مخلط مع المومو اكسج يعني حسب ايه بقى يا ولاد؟ حسب الضغط مش اتفقنا الضغط اللي بيتحكم في القصه؟ لو الضغط زاد في اللفت اتريام هيحصل ان الدم يعدي من اللفت اتريام يروح للرايت لو الضغط زاد جوه الرايت اتريام الدم هيعدي هي بالعكس طب الضغط بيزيد جوه الرايت اتريم امتى؟ لما الدم اللي جاي من السوبيرو فيناكيفا والانفيرو فيناكيفا بيزيد. بالنسبه للطفل الصغير اللي لسه مولود الكراينج البكاء اول ما الطفل بيبكي بيرفع الضغط الفينس بلاد بيزيد فالضغط جوه الرايت اتريم يبدا يزيد فيعدي الدم يوديه فين يا اولاد؟ يوديه الى اللفت اتريم. يبقى كميه الدم اللي في الليفت إتريا دلوقتي بقى عليها اوكسجينيتد بلاد ولا دي اوكسجينيتد بلاد دي يعني دي كميه دي الاكسجين, دي الأكسجين دي ايوه كميه الاكسجين اللي موجوده في الليفت اتريال بلاد بدات تقل ولا تزيد تقل لما كميه الاكسجين تقل يعني كميه او 2 زادت اللي هو بيعمل ساينوزيس يبقى هنا سببها ان ما فيش فيوجن ما بين البريميوم والسكندم وهنا الفيتشرز ات دازنت passage الباسج اوف بلاد فروم الرايت اكسبت امتى ها اتفقنا مين اللي بيعادل الموضوع البريشر انسايد ذا رايت اتريوم ان كراينج اور اكسرسايز لما الطفل ده يبكي او يقعد يحرك ايديه ورجليه كتير فتلاقي يبدا الطفل ده يزرق والام تبدا ايه تشتكي وتقول لك ده الطفل ده زرق اثناء البكاء يا دكتور او اثناء لما بيتحرك كتير This is the third common congenital anomaly of the heart. دي اللي بيش مشهوره قوي بكلمه ثقب في القلب يقولك ده عنده ثقب في القلب في الايه في الجدار اللي هو اللي هو الاذيني. Persistent foramen primum فاكرين الفورامين برايمم مش احنا اتفقنا ان السبتم برايمم بينزل وبعدين يبقى في فتحه بينه وبين السبتم انترميديم اللي هو لما بيكمل ويلزق في السبتم انترميديم هذه الفتحه بتختفي. هذا الشخص حصل persistent foramen primum ان فيلير اوف فيوجن بتوين السيبتوم برايمم اند السبتمبريمم. السيبتوم فوق اهوت اللي هو ده فضل شابك يعني فضل شابك من فوق هو كان بيفضل كان بي, بي, بيفضل نازل من فوق كده لحد ما يشبك في السيبتوم انترميديام هنا وبعدين يفتح فتحه من فوق لا هو ما شبكش فيه فاللي حصل ان السيبتوم ما, ما برايمم الفورامين برايمم ما زال موجود الاوستيوم برايمم اهي فتحه مازالت زالت موجوده فده معناه ان الدم هي ايه؟ هيعدي من الرايت سايد للليفت سايد اهو بصوا للمنظر اهو اللي لونه اخضر ده السبتم سكندم وده كده كان مفروض ان ده اهو السبتم برايمم بيكمل ويشبك هنا لا حصل ان هو فضل سايب الفتحه دي كده فاسمها بيرزيستنت فورامين برايمم او بيتنت فورامين برايمم او بيتنت اوستيان برايمم اللي هي دي وطبعا الدم برضو ممكن يعدي من الناحيه الايه؟ اليمين للشمال بناء على الضغط ما بين اليمين والايه والشمال بيرزيستنت فورامين سكندم هنا مفروض السبتم برايمم لو انتم فاكرين كان بيفضل يشبك في السبتم انترميديام ويعمل فتحه فوق اسمها فورمين سكندم وبعدين مفروض ان بيجي واحد على اليمين هنا اللي اسمه سبتم سكندم اللي حصل في الصوره دي يا اولاد السبتم سكندم متكون ولا ما اتكونش ما أتكون. ما أتكون. وبالتالي الفتحة اللي اسمها الفورامين سكندم فضلت موجودة وده برضو رير Potentially ساينوتيك هارت ديزيز ان الدم ممكن يعدي من الرايت سايد للليفت سايد عند فروقات الضغط اهو نفس الكلام حاجه بقى غريبه قوي اسمها Premature كلوجر اوف فورامين اوفالي يعني ايه الجمله دي يا ولاد؟ احنا اتفقنا الفورا من اوفال بيقفل امتى؟ بعد الولاده بعد الولاده قفل والطفل لسه جنين ايه اللي يحصل؟ يموت يموت <applause> اه ايرلي فيوجن بتوين the برايمم اند سكندم انترا يوتراين فيتال ايه؟ هذا الجنين هيموت ايه رايكم في الجمال ده بقى؟ حد شاطر كده يقول لي دي ايه ما فيش سبتم خالص اتكون يعني السبتم برايما ما اتكونش ولا السبتم سكندا متكون وبالتالي هذا الجنين القلب بتاعه مكون من كام غرفه ثلاثة آه. غرف واحد اتريم واثنين ايه؟ فينتركل بيسموها تراي لوكيولار هارت تراي يعني ثلاثة ولوكيولار يعني حجرات وده سببها failure of development of septum primum and secundum طبعا دي ايه الدنيا خلطبيطه الدم متلخبط على بعضه وبرده ده رير cyanotic heart disease قليل جدا انما الفاكرين اللي هو ال persistent foramen ovale ده هو السيرد كومن congenital انوميا ده اللي موجود كتير جدا ها ايه رايكم في الصوره دي؟ وإيه رأيكم في الصورة دي؟ الصورة اللي قبل قبل الولادة وبعد الولادة؟ لا دي انوماليز دي صور انوماليز إيه رأيكم؟ ها، أداة واحدة، وأداة التانية، وأداة الثالثة يعني شوفوا الفتحة كبيرة لغاية إن أنا شايف البلمونري البلمونري فينز أهي. يعني أنا في الرايت سايد أهوت شايف اللفت سايد شايف الفتحات بتاع البلمونري. هتبعتوها لي على الجروب دي رقم واحد دي رقم اتنين دي رقم ثلاثة. فكروا فيها شوفوا دي رقم واحد ودي رقم اتنين وتلاته شوفوا ده مرض عباره عن ايه وده عباره عن ايه وده انوماليز عباره عن ايه طيب احنا كده دلوقتي خلصنا الديفلوبمنت بتاع الانتر اتريال سيبتم وخلصنا الجزئيه بتاعه الانوماليز الانوماليز لو لاحظتم هتلاقوني كنت عاملها لكم بجمله 5 بي وواحده تي البريماتيور كلوجر اوف فورامين اوفال بيرزيستنت فورامين بريميوم بيرزيستنت فورامين سكندم البيتنت فورامين اوفال بروب بيتنسي اوف فورامين اوفال دول خمسه بادئين بحرف بي وواحده بادئه بحرف تي اللي اسمها trilocular هارت هنتكلم بقى في الانترفنتريكولار سيبتم الانترفنتريكولار سيبتم قبل ما اشرحه المفروض الدكتور ياسر قال لكم ان هذا بيفصل ما بين الرايت سايد والليفت سايد بتاع الفنتريكلز مكون من جزئين يا اولاد انا هنا قاطع الرايت فينتريكل اهو لما بقطع الرايت ventricle الجزء ده اسمه الانتر septum سيبتم ان انا لو قطعته هيوديني على الليفت ventricle هذا الانتر interventricular سيبتم مكون من جزئين الجزء ده اهو اللي باللون الاصفر ده عباره عن عضلات ماسكولار بارت عباره عن ايه ماسكولار بارت وفي جزء صغير فوق هنا كده ميمبرينس بارت يبقى مكون من ماسكولار بارت اللي هو اللارج انترو انفيرور كده انتيرور وكده انفيرور والبوسترو سوبيرور بارت دهوت ده بيبقى سمول وده ممبرينس بارت سمول بوسترو سوبيرور بارت ده اجزائه في الاناتومي طب عايزين نتكلم عليه بقى في الامبريولوجي والموضوع معقد شويه اول حاجه الديفلوبمنت اوف الماسكولار بارت بيحصل هنا كريسنت كريدج فروم الاندوكارديوم اوف الفلور اوف البريميتيف فينتريكل بصوا كده ده الفينتريكل اهو والراجل قطعه وهنا برضو الفنتريكل والراجل قطعه بتلاقي ان من قلب الجدار ده اهو اللي هو عباره عن الفلور اوف البريميتيف فنتريكل بيتبنى الجدار العازل او الجدار الفاصل اللي اسمه الانتر فنتريكولار طيب هذا الجدار مكون من عضلات الجزء ده عضلات وبالتالي نمبر بي ده اللي مكتوب عليه بي ده هيبقى ماسلز ولا ميمبرين هو طالع من هنا من ماسلز يبقى ده ماسل يبقى ده الماسكولار بارت ده الماسكولار بارت شكله ايه برضه من الناحيه الرسم هندسي كريسنتك برضه هلال الشكل يبقى الانتر اللي هو الماسكولار بارت بتاع الانتر فينتريكولار سيبتم بيتكون من الايه الفلور اوف البريميتيف فنتريكل وشكله كريسنتك طيب شايفين الحاجه اللي لونها اصفر ده إيه؟ شايفين اللي لونها اصفر الخيوط الصفرة دي دي بتطلع من هنا من حاجه اسمها بالبر ريدجز وتبدا تنمو هنا اهي وهي بتنمو هتبدا تعمل ايه في الفتحه دي يا اولاد هتقفلها لما تقفلها هيبقى ده الميمبرينس بارت يبقى هنا الماسكولار بارت يتكون من الفلور اوف في البريميتيف فينتريكل وشكله كريسنتك وبيبقى فيه فتحه من فوق اسمها انتر فينتريكولار فورامين هذا الفورامين ان شاء الله هيتقفل بالميمبرينس بارت طيب ركزوا معايا بقى في الكلام كده بصوا يا شباب يعني الموضوع ده محتاج ارسمه شويه لان للاسف الرسومات مش واضحه طيب بصوا يا ولاد كده ده الجدار بتاع اللي اهو. طيب فاكرين ده مين؟ الله ينور عليكم. طيب ببساطه خالص كده الدم لما يندفع من هنا ويخبط كده والدم لما يجي من هنا ويخبط كده يعمل ايه في الجدار ده يا ولاد؟ هل الجدار ده هيفضل مستقيم كده ولا الجدار ده يبدا يكشكش مش عارف تعرفين كلمه يكشكش ولا مش عارفين اللي هو هتلاقيه بدا يعمل كده تخيلتوا المنظر اللي انا بعمله دلوقتي يبقى الجدار ده المفروض انا ارسمه ازاي؟ كده نتيجه اندفاع الدم بس هنا اهو طيب وبتاع الناحيه الثانيه اهو يبقى نتيجة اندفاع الدم من الاتريا الى الفنتركل بيحصل ان في ريدجز بتتكون الريدجز دي بدأت تعمل لي جدار الريدجز ار فاريبل ان سايز بس في واحد منهم كبير شوية وجوه الرايت فنتريكل في واحد كبير شوية ده انا لو وقفت هنا ده كده بالنسبة لي لاترال ولا ميديال ها الجدار ده <applause> وده هيبقى ايه؟ ميديل. عشان كده ده ميديل. بيسموه الميديال وول اوف ذا فنتركل هيسموه ايه يا ولاد دلوقتي؟ ميديال وول اوف ذا فنتركل طب واللي باللون الاحمر برضه اسمه ميديال وول اوف ذا فنتركل الخطوه اللي بعدها يحصل ايه يا ولاد لدول؟ ها يحصل لهم ايه بالعقل كده؟ ميديل. بس هو ده اللي هيحصل يحصل لهم مور وبعدين القاهم ها شبكوا في بعض وبقوا حاجه واحده ودي ايه؟ حصل فيوجن في مع السبتم ميديم ولا مازال زال في فتحه؟ ما في, في فتحه الفتحه دي اسمها انتر فينتريكيولر فورامين صعب كده يا اولاد؟ يبقى تكون الانتر فينتريكولار سبتم الماسكولار بارت الميديال وول اهو شوفوا كلمه ميديال وول احنا فهمناها دلوقتي وفي الاكسباندنج فينتريكي بيكام اوبوز gradually fuse together forming muscular part of the interventricular the upper part بتاعها اللي هو ده اهو بيبقى separated from the septum intermedium by the interventricular foramen السلايد دي اتفهمت كده يا شباب دكتور امم اتفضل الانترفنتيكولار فورام هي هي حرف A بالسلايد اللي قبل ايوه اللي كانت هنا في سوري هنا اهي اهي آه, اللي هي دي دكتور بس ممكن تعيد كيف ترجع تتقفل باللون الاصفر هذه؟ ما انا لسه هنقولها دلوقتي، احنا لسه هنقولها. احنا احنا فهمنا ازاي جزء العضلات اتكون نتيجة اندفاع الدم هنا حصل ريدجز كونت لي تو ميديال وولز الميديال وول يحصل لهم جروس واوبوز ايتش اذر يعني مع بعض وفي الاخر حصل لهم ايه هنا؟ حصل لهم فيوجن وبعدين رحنا قايلين السبتم intermedium سيباريتد فروم السبتم انترميديا ده اهو سيباريتد فروم الانتر فنتريكولار muscular بارت باي الانتر فنتريكولار فورامين خلاص يا اخوانا اهي ده برضو نفس الكلام هو هنا بس طبعا هنا ايه يعني مش مبينة زي ما انا وضحتها لكم كده نفس الصور اهو تعالوا بقى للممبرينس بارت هنا في الحته دي الممبرينس بارت بقى هنا شايفين اللون الاصفر ده اسمه بلبر ريدج بلبر ريدج طيب وفاكرين كان في حاجه اسمها دورسال وفنترال اتريو فنتريكولار كاشون اللي كانوا عملوا السبتم انترميديم فالاثنين دول هيشتركوا مع بعض اعتبروهم اللون الاصفر بقى الاثنين ده البلبر ريدجز جاي من البلبر يبقى جاية من كلمه بلباس كوردس اللي احنا قلناه فالبلباس كوردس عمل لي حاجه اسمها بلبر ريدجز اهو والسبتم انترميدي ويبدا يحصل لهم جروس داون وورد اه شوفوا بيعملوا جروس داون وورد كده عشان يقفلوا لي الفتحه دي اللي هي كانت هنا في الصوره اهي ايه وهنا ولما بداوا يتكونوا بداوا يقفلوها وهنا هنا اتقفلت تماما اهو كده حصل كلوجر للانتر فينتريكولار فورمين باي ذا ميمبرينس بارت يبقى الميمبرينس بارت بيجي من مصدرين بيجي من السبتم انترميديوم وبيجي من الرايت اند ليفت بالبر ريدجز اللي هم جايين من البالبس كورتس ده صوره ثانيه ليهم اهوت اه هنا ده كده الجزء اللي هو بنقول عليه اهو بصوا كده ده الماسكولار بارت اهو ودي الفتحه دول البالبر ريدجز بيبداوا ينمو ويقفلوا الفتحه دي اهو كل شويه ينمو ويقفلوا الفتحه وهنا في الاخر اتفتحت اتقفلت عشان تديني الم... الميمبرينس بارت وكل ده اللي اسمه الماسكولار بارت. آه، انتو انتوا خدتوا الدكتور ياسر شرح لكم الفنتركل من جوه ايوه الفنتركل فيه حاجه اسمها ترابيكيولي كارني و... والبابيلاري ماسلز والكلام ده خدتوها ايوه طيب أيوه. فاكرين حركه الدم لما كان بيجي كده كان عمل ايه في الجدار مش عمل الريدجز دي صح طيب. طيب هنا نتيجة ان ضخ الدم في قلب الجدار بتاع الفينتريك بيتكون كافيتس صغيرة كده وفي ريدجز الكافيتيز دي بتبقى مفصولة بريدجز which are variable in size وكلها بارزة جوه الفينتريك من جوه طيب الريدجز دي هي اللي هتديني الترابيكيولي كارني وهتديني البابيلاري ماسلز وهتديني الكوردا تندني الاسامي دي بالنسبه لكم معروفه يا اولاد ولا مش معروف معروف طيب احنا فهمنا ان ضخ الدم جوه الفنتريكل هيعمل ريدجز وهيعمل سمول كافيتيز الريدجز دي احجامها متساويه ولا فاريبل ان سايز فاريبل ان سايز فاريبل ان سايز هذه الريدجز هي اللي هتديني الترابيكيولي كارني وهتديني ال papillary muscles وهتديني الكوردا تندني بتاعتها. تمام يا اخوانا؟ طيب هنا هذا الكافيتيز اهي. الكافيتيز ودي الرجس وهنا الرجس بدات تديني دي هتديني الترابيكيولي كارني ودي ادتني البابيلاري muscles ودي اللي اسمها الكوردا تندني اللي هي عباره عن التندونز بتاعت العضلات اللي اسمها البابيلاري muscles. كل ده نتيجه البلاد ستريم والكافيتيشن اللي بتحصل بتتكون ده طيب آه هنا بصوا كده في الحته دي فاكرين دي مش كان اسمها الاتريو فينتريكولار كانال اتريو فينتريكولار كانال فاكرينها اللي هي ده اهي هنا ده الفتحه بتاعتها من هنا اهيت اللي هي الحته دي هنا الجزئيه دي بيبدا يجي لها خلايا بتهاجر من النيورال كريست والكلام ده وبتبدا تخش عندنا هنا اهي الخلايا دي عشان تكون للفالفز اللي هو ترايكاسبيد والميترال فالف اهو يعني مش عايز ايه مش عايز الموضوع ده ياخد حيز من تفكيرنا لان ده صعب في التكوين ودي معظمها يعني دي نظريه شويه فانا مش عايزها يعني السلايد دي انا مش عايزها ازاي الفالفز اتكونت يعني طيب الانوماليز بقى ايه اللي ايه اللي هنا في الصوره دي معايا يا اولاد ولا رحتوا فين انترافنتريكولار ماله اتقفل ولا مازال مفتوح مفتوح, مفتوح. مفتوح. اه يبقى مفتوح. اسمها انتر انترفينتريكولار فورامين اسمها روجرز ديزيز ودي المشهوره جدا جدا اللي بيتقال عليها ثقب في القلب اي حد يقول لك ده عنده ثقب في القلب غالبا بيبقى عنده الايه الجزئيه دي ودي سببها ايه بقى ان مين اللي ما تكونش مين اللي كان بيقفلها السبتم <applause> من مش احنا اتفقنا ده كده الماسكولار بارت وبيجي له ميمبرينس من فوق الميمبرينس ما تكونش او ان السبتم ده اللي اسمه الانترميديام ده جه ناحيه اليمين او جه ناحيه الشمال فاكرينها لما كان بيعمل الترايكاسبيد اتريزيا او مايترال اتريزيا والكلام ده او مايترال ستينوزس وترايكاسبيد ستينوزس قلنا دايما بيحصل لخبطه في تكوين السبتمز اللي احنا قلناها قبل كده هنا small foramen variable in size between the right and the left ventricle may closed or even become narrow after birth هو بيجي الطفل بحط السماعة فبسمع حاجة اسمها ميرمر وبعد كده اه ده خلاص بعمل ايكو الاقي فيه في اس دي او الاقي فيه ثقب وبعدين ابدا الدكتور بتاع الايكو تلاقيه كاتب لي ان ان الديامتر بتاعه او قطره مثلا 3 مللي او 4 مللي او 5 مللي او سنتي طيب خلاص ان شاء الله هتتابع معايا وهتجي لي كمان ست شهور ونوع عاملين ايكو تاني عليها مثلا هو كان سنتي بقى نص سنتي يبقى كده ايه اللي بيحصل له؟ ها؟ أه؟ بيصغر في الحجم بيصغر. فبقول لها هنعمل فولو اب وان شاء الله هيقفل لوحده باذن الله. This is the second common congenital anomaly برضه potential cyanotic heart disease ممكن الاقي موجود في حاجه كتير الحاله المشهوره مين؟ ها؟ أه؟ داون سندروم داون سندروم اول ما بشوف داون اول ما تحط السماعه مليون في الميه هتلاقي عنده الموضوع ده هتسمع حاجه اسمها ميرمر انتوا عارفين اصوات القلب خدتوها ولا لسه ما خدتوهاش لسه طب لب دب, لب دب لب دب الطفل ده هتحط السماعه تلاقي لب دب لب دب, لب دب لب دب لب دب نفس الصوت ده كده اول ما بسمعه لا خلاص بقوم باعت ايكو على هو طبعا مشهور ان ده الفي اس دي بتاع الداون فانا بقول لهم هنتابع بقى يا جماعه ونشوف الموضوع ده ممكن يبقى فيه حاجه اسمها فالو أنا هناخدها بعد كده وتراي كاسبيد ستينوزيس وميترال اتريزيا اللي احنا قلناهم لما كنا بنشرح قبل كده كومبليت ابسنس اوف الانتر سيبتوم سيبتم الانتر سيبتم كله ما اتكونش اصلا فاصبح هذا الطفل مكون من كام غرفه برضو ثلاث غرف ثلاث غرف هذا اللي هم تو اتريا و1 muscular ventricular septal defect بقى هنا المشكله في مين الممبرينوس بارت هنا اتكون ولا ما متكونش اتكون اه انما المشكله في في إنما فين آه إنما في الجزء الماسكولار نفسه هنا كوس سنجل اور مالتيبل بورفريشن في الماسكولار بارت وهنا ذيس از a... هنا بوتنشالي ساينوتيك هارت ديزيز وده برضو بيقفل لوحده الحمد لله من رحمه ربنا يعني اهو وده ايه؟ ده انهي يعني جزء ده بقى؟ الممبرانس ايوه الميمبرانس اتكون ولا ما اتكونش هنا؟ ما اتكون يبقى ده بيرزستنت persistent, persistent interventricular من اهو انما ده كده في الماسكولار بارت البالباس كوردس ده اللي هو الجزء اللي فوق الventricle بقى كده احنا خلصنا الاتريوم وخلصنا الفنتركل والاتريو كنال كانال وخلصنا الساينس فينوزس هنتكون بقى في البالبس كوردس البالبس كوردس لو قطعته هتلاقيه عباره عن انبوبه فبيبان ايه دايره كده برضو في و ودورسال بس فاكرين هنا دي جايه ناحيه الشمال شويه ودي جايه ناحيه اليمين عشان كده بيسموا دي ليفت فنترال وده رايت right دورسال ايه اللي حصل لهم برضو يا ولاد grow towards each other then الخطوة اللي بعدها يحصل لهم ايه؟ fusion هيلزقوا في بعض وهيعملوا ايه في البلبس كوردس؟ قسموه كام جزء يا اولاد؟ هيتقسم كام جزء؟ جزئين <applause> <applause> بس هقدر اقول رايت right وليفت ولا ولا الدايره معوجه شويه؟ معوجه اه فبنسمي ده اهو انترو لاترال بارت طب وده هسميه ايه؟ بوسترو ميديال بارت يبقى أنترو لاترال بارت وبوسترو ميديال بارت الانترو لاترال بارت ده اهو هيشارك في تكوين what is called infundibulum of right ventricle infundibulum of right ventricle طب البوسترو ميديال بارت هيشارك في تكوين vestibule اوف ذا left ventricle الاسمين دول خدتهم مع الدكتور ياسر ولا ما شي لا انتوا مش خدتوا الventricle انه مكون من جزئين، جزء ناعم وجزء خشن، والجزء الخشن اللي فيه الترابيكيولي كارني وفيه البابيلاري ماسل وفيه تندي الجزء الناعم بتاع الرايت right ventricle اسمه الانفانديبول. والجزء الناعم بتاع اللفت ventricle اسمه فيستبيول. يبقى انا اللي انا عايزه من البالباس كوردس ان فيه كام كاشون او فيه كام ريدجس اتكونهم؟ اتنين، ليفت فنترال و رايت right دورسال. الاثنين جروت تووردز اتش اذر قسموا لي البلباس كوردس اسمه العدل برضو الى جزء انترو لاترال انا انا حافظ انا انترو لاترال خد الحرف الاي والال يبقى ده الانترو لاترال بارت اوف البلباس كوردس بيديني انفانديبيولا احفظوها بكلمه قلبي قلبي اللي هو الاي دي اختصار لكلمه انفانديبيولا عشان ما تتنساش لان بتيجي في الامتحان يقول لكم الانترو لاترال بارت اوف البلباس كوردس بيديني ايه فهتقوم قايلين بيديني الانفانديبل طب الجزء البوستر ميديال بارت بيديني الفستبيول اوف ذا اورتا او الفستبيول اوف الليفت فينتري الريدجز كونتينوس كرينيالي من فوق بقى بقى حاجه اسمها ايه ترانكاس ارتيريوس هنا الفالفز بتتكون ازاي بتاع الاورطه والبالموناري اللي هو بقى ايه انا هنا واخد مقطع في الريدجز اهيت ده اللي انتوا فاكرينه اللي كنا قايلين اللي اسمه رايت right دورسال وده ليفت في ريدجز تاني بتتكون واحد هنا وواحد هنا الاثنين دول احنا قلنا بيلزقوا في بعض قفلوها قسموا لي الحته دي ودي بعد شويه الريدجز ده هي ودي هتبدا تتشكل في ثلاث ريدجز تانيين اهم واهم عشان يدوني البلموناري فالف والاورتيك فالفز البلموناري فالفز والاورتيك فالفز معلش ركزوا معايا في اللي انا هعمله في الرسمه دي كده لو قلنا ده البلبس كوردس اهو تحت منه الفنتريكلز وفوق منه حاجه اسمها الترانكس ارتريوز الرسمه الاولانيه اللي انا قلت انا قطعت هنا فرحت راسمها كده وقلنا ان في ريدج اسمه ليفت انتيرور وهنا رايت دورسال اهمت وقلنا ان دول هيشبكوا في بعض ده اداني انترو لاترال وبوستروميدال اللي احنا قلناه طيب انا لو جيت في الحته ده يا اولاد ورحت قاطع هنا هنا كده دي الجنكشن ما بين الفنتريكل و آه سوري معلش هنا في الحته دي هنا الجنكشن ما بين البالباس كوردس والترانكاس ارتريوزس الترانكاس ارتريوزس ده هيديني الاورطة والبلمونري ترانك فده كده يعتبر بدايتهم لو انا قطعت هنا هلاقي المنظر عامل ازاي اهو وهلاقي ان الريجس اللي احنا اتفقنا عليه اللي كان قدام وورا وبعدين هلاقي في واحد الناحية دي وواحد الناحية دي كمان يبقى هنا في المنطقة هنا بلاقي تو رجس بس اللي قسموا لي ده النصين في الحتة بقى في الجنكشن ما بين البالباس كوردس والترانكس بلاقي أربعة وبعدين دول لما يشبكوا في بعض أهو الحته دي اللي هيكون فيها البلمونري فالف والحته دي اللي هيكون فيها الاورتيك فالف فلاقي دي تبدا هذا المكان شكلها كده اهو يا اولاد وده الحاجز اللي في النص وده كده الحته الصغيره دي ودي هلاقي يبدا يتكون واحد هنا كمان واحد هنا ما هو البلمونري بي بيبقى فيه كام فالف والاورطه فيه كام فالف يا اولاد ثلاثه ثلاثات فهنا الاقي دول يعملوا لي الاورطه ودول هيقوموا عاملين الايه؟ البالمونر اللي هم في الصوره اهي. هنشوفوا يعني في الاول كان ده وده شبكوا في بعض راحوا قافلين الحته دي. وبعدين الريدج ده والريدج ده يقوموا عاملين بقى الايه؟ الفالف اللي هو اسمه الاورتيك فالف اهو وده البالمونري فالف. ده كده الاورتيك فالف وده البالمونري فالف. يبقى ده كده الايه؟ اللي هم الجزئيه بتاعة البالبس كورتس الفالفز نفسها انا يعني ايه يعني انا فهمتها لكم ببساطه خالص اهيت السلايد دي مفروض ان هنا بصوا هنا لو بصينا للصوره دي ده كده الاورتيك فالف وده البالموناري فالف فبلاقي ان البالموناري فالف فيه واحد انتيرور واثنين بوستيرور وده عكس الكلام اللي موجود في الاناتوم يعني ده عكس الكلام اللي موجود في الاناتوم هنا بصوا للصوره دي كده واحد انتيرور واثنين بوستيرور وبعدين هتلاقي هنا كده لا بقى واحد بوستيرور واثنين انتيرور يبقى معنى حصل ايه؟ الصورة دي عشان عايز اوصلها للصورة دي يبقى اعمل ايه يا ولاد؟ فاهمين حاجة؟ تلفها؟ هيلفها لفها, لفها كام درجة؟ 45 درجة بس أنا مش عايز غير الكلمة دي إن في البداية في بداية تكوين الفالفز بتاع البلموناري والأورطة بتبقى الكاسبس الترتيب بتاعها مختلف عننا فعشان توصل للشكل بتاعنا فبتلف بزاوية كم درجة؟ 45 درجة عشان تبقى نفس الشكل اللي موجود عندنا في الأدلت. الترانكس ارتريوزس آخر حاجة. يعني أنا محتاج خمس دقايق بالظبط بس يا أولاد. ترانكس ارتريوزس اللي هو ده هو. ده كده الترانكس ارتريوزس. الترانكس ارتريوزس هقطع فيه ثلاث مقاطع ثلاث مقاطع لما بلاقي هنا بص هو بيبقى شكله عامل كده انا هاخد مقطع هنا ومقطع هنا ومقطع هنا الريدجز اللي بتتكون دي اللي هي ده هي اللي هي الراجل واخد المقاطع وبتلاقي بتلاقي فيه ريدجز موجوده اهي واهي 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 اسمها بلبر ريدجز الريدجز دي بتبدا تعمل لي سبتم السبتم ده زي ما انتوا شايفين بيلف بيعمل لفه 180 درجه عشان كده بيسموه سبايرال اورتيكو بالمونري سبتم سبايرال اورتيكو بالمونري سبت لو انا خدت مقطع في الكودال اند اللي هي في الحته اللي تحت دي هلاقي ان السبتم اهو موجود بالعرض اهو وان البلمونري ارتري قدام والاورطه ورا يبقى هنا الانتيرور بارت البلمونري واللي ورا الاسندنج اورت طب لو جيت خدت مقطع هنا هنلاقي السبتم بقى كده بقى فيرتيكال او انترو دايركشن ومقسم لي الى الاورطه على اليمين والبلمونري ترانك على الشمال طب فوق هنا هلاقي ان الاورطه بقى انتيرور والبلمونري بقى ورا ودي العلاقه اللي الطبيعيه اللي موجوده في جسمنا لو انتوا خدتوا بالكم في الهارت الطبيعي هتلاقي في البدايه ان البلمونري بيبقى قدام الاسندنج اورت وبعدين لما يطلعوا مع بعض شويه تلاقي ان البلمونري بقى ناحيه الشمال والاورطه ناحيه اليمين نطلع فوق سنه تلاقي ان الاورطه بقى قدام البلمونري ترانك وده سبب ان السبب في القصه دي الديفيجن بتاع الترانكس ارتريوزس والسبايرالينج 180 درجه ده كده حركه ايه بصوا او السبايرالنج او دي دي العلاقه اللي انا بقول لكم عليها الطبيعيه اللي ربنا خلقها عندنا في جسمنا ان البلمونري بيبقى قدام مستوى الاسندنج اورطه هنا في الحته دي بقى على شماله وهنا بقى الاورطه قدام مستوى البلمونري اللي هي نفس الصوره دي الانوماليز بقى هنا حد شاطر يقول لي دي ايه ها مين ده يا ولاد ده مين ده مش ده المفروض الاورطه وده البلمونري ترانك اهو ده الاورطه وده البالمونري ترانك ايه اللي حصل بينهم هنا يا ولاد مفتوحين على بعض مفتوحين مع بعض يبقى معناها ان السبتم اللي اسمه الاورتيكو بالمونري سبتم ماله لم يتكون أوه. تماما أوه. وبالتالي ايه اللي هيحصل للدم اللي هنا هيبقى في ميكس للدم هيبقى في ميكس للدم يبقى الكوز فيلير اوف ديفلوبمنت اوف السبايرال او ارتيكو بالمونري سيبتم والترانكس ارتريوزس بقى سنجل ترانك زي ما انتم شايفين كده ما عنديش بالمونري ولا اورطه وطالع واخد الدم من الرايت فينتركل ومن الليفت فينتركل وبالتالي في ميكسنج للبلاد طبعا طالما في حصل لخبطه يبقى غالبا هتلاقي الانتر فينتريكولار من مفتوح اللي هو أولوز اكمبريد ويز فينتريكولار <applause> سيبتال ديفكت اللي احنا قلناه اهي شايفين المنظر بيبقى كده تلاقي الطفل كده ده الهارت الطبيعي ده طبيعي ولا مش طبيعي شايفين المنظر غير طبيعي ايوه ده البلمونري اهوت وده الـ ده الاسندنج اورتا الاثنين مشبوكين في بعض كانهم حاجه واحده ودي اللي اسمها الايه تراكس ترانس بوزيشن اوف جريت ارتريز الكلمه دي معناها ايه حد عارف معناها يعني ايه ترانس بوزيشن ابديل تبديل المكان ايوه المكان. ده الطبيعي ده الرايت فينتريكل المفروض انه بيصب الدم فين في البلمونري البلمونري والليفت فينتركل بيصب الدم في مين يا اولاد؟ أورت. طب ايه اللي حصل هنا؟ شوفوا كده اللي حصل الرايت فينتركل مواد الدم فين؟ في الاورت والليفت في آه. بلمونري آه. ايه سبب الحركه دي؟ ها حد شاطر يقول لي سببها ايه؟ ما صار ال 45 درجه؟ لا مش ال 45 ها السبتم اللي تكون لف كام درجه؟ Uh, الاورتيكو undergo <المونيرت> تو during the partition of the truncus arterios. مش احنا اتفقنا السبتم بيلف 180 درجه الحركه اللي أبداً. عملها دي قعد يقسم لي فهو ما عملش ايه ما عملش القصه دي وطبعا ده وان اوف ذا موست كومن cardiac انوماليز اكتر حاجه موجوده في الاطفال اللي هو ترانسبوزيشن اوف ال... بيسموها تي جي اي مشهوره قوي بالكلمه دي في الاطفال تي جي اي اول ما تسمع كلمه تي جي اي ترانسبوزيشن اوف جريت ارتريز طبعا الاورطه طالع من الرايت فنتريكل وبالتالي الدم اللي فيها هيبقى ماله دي اوكسجينيتد بلاد والبلمونري طالع من الايه الليفت فينتريكل وبالتالي الدم اللي رايح لللنج اساسا هيبقى كله عباره عن اوكسجينيتد بلاد طبعا في اي اس دي اللي هو اتريال سيبتال ديفيك وعنده ال اس دي طبعا الدم اللي جاي اهو ده فيه اكسجين والدم اللي هنا ما فيه في وصله ربنا خلقها ما بين الاثنين هنا اسمها داكتاس ارتريوزس المفروض بعد ما نتولد بتتقفل بس هنا بتفضل مفتوحه ليه بتفضل مفتوحه عشان تجيب الدم من البلمونري توديه الاورت فيبدا ايه قصه الفتحات اللي حاصله دي كلها نتيجه اللخبطه وبالتالي يفضل الطفل عايش لحد طبعا ما نعمل ايه اوبراتيف وزيس از ا ميجور كاردياك سيرجري اهو زي ما انتم شايفين كده الاورطه طالع من الرايت والبلمونري طالع من الليفت تترالوجي اوف فالو او فالو تترالوجي رباعي فالو زي ما او فالوت بيقولوها بالعربي كده بس هو اسمه فالو بالفرنساوي حد شاطر كده يقول لي ايه اللي شايفه في المنظر ده ها احنا مش قلنا فيه أورتيكو سيبتم؟ ال... ال... في اورتيكو بالمونري سبتم لف كام درجه واحد صغير <applause> آه، ايوه الله ينور عليك، هو لف كام درجة الأول؟ 180 درجة، بيقسم الترانكس ارتيريوس اسمه العدل. لأ التترالوجي أوف فالو ده بقى حصل إن إحنا أنيكوال ديفيجن أنيكوال ديفيجن، حصل إن إحنا جرنا على البالمونري ترانك. يعني البالمونري ترانك هيبقى حجمه إيه؟ كبير ولا صغير؟ صغير صغير, صغير. ومين اللي حجمه هيكبر؟ الاورتا الله ينور عليك فاللي بيحصل هنا ان انا بيبقى عندي بالمونري ستينوزس البالمونري بيبقى حجمه صغير طب والاورتا ماله حجمه كبير وايد اورطة وخد بالك من حجمه الكبير لانه انه بيجيب الدم من التو فينتركلز طيب السبايرال سيبتم ده الرايت والليفت دازنت شير ان ذا فورميشن اوف ذا ميمبرينس بارت اوف الانترفنتريكول الممبرينس سبارت اهو زي ما انتم شايفينه قدامكم موجود ولا مش موجود؟ اتكون ولا ما اتكونش؟ ما اتكون وبالتالي عندي الفيلير اوف of ديفلوبمنت اوف الممبرينس بارت بقى عندي في اس دي defect سيبتال ديفكت كلمه تترالوجي يعني ايه بالانجليزي يا اولاد؟ اربع حاجات اول حاجه بالمونار ايه؟ استينوز الاورطه كبير في الحجم وطالع من التو فينتريك فبيسموه اوفر رايدنج اورت interventricular انتر اللي بنسميها في اس دي رابع حاجه هايبرتروفي اوف الرايت فينتريك الرايت فينتريك الحجمه هيحصل له ايه هيكبر في الحجم نتيجه الدم جواه الصوره دي من الصوره يعني المهمه جدا جدا في الاطفال هم بيشوفوا في الاشعه آآ آآ البنات ده بنسميه ايه يا بنات ده الحذاء ده بتسموه ايه البنات بيسموه ايه؟ But. But. بوت اهو بوت اهو بوت فبنلاقي في الاشعه ان القلب بتاع الطفل ده شبه البوت بالظبط فبنقول عليه بوت شيبد هارت البوت شيبد هارت ده الصوره دي لو لاحظته كده بصوا كده الراجل عامل ايه في البالموناري؟ قفله <applause> <applause> ده البالموناري ستينوزس طب والاورطه ماله؟ حجمه ايه؟ اكبر, أكبر. وعشان أكبر. ما ينسكش موضوع الرايدنج انتوا عارفين دايما الرايدنج اللي هو بيركب حصان فجايب لك وراكب على الايه على الاورت عشان ما تنسوهاش الفتحه دي معناها ان في بين التو فينتريكلز ايه فتحه اللي اسمها ال في اس دي الكعب ده اللي هو الرايت فينتريك حصل فيه ايه هايبرتروفي كبر تمام الطفل ده بيحصل ساينوزس والدم بيعدي من الرحية الرايت سايد الى الليفت سايد رايت تو ليفت شنط، يعني الدم بيعدي من الناحية اليمين للشمال. طيب، هنا بيحصل حاجة اسمها سكواتنج وعنده ساينوزس وكلابنج وساعات بيجيله غيبوبة. الطفل ده أزرق على طول وبعدين فجأة يجيله زرقان مرة واحدة جدا تلاقيه فجأة كده وشه زرق بالكامل وما عادش عارف ياخد نفسه وممكن يخش في تشنج. قبل ما يخش في تشنج تلاقي الولد يوم جالس الجلسة دي. أول ما بيقعد القعدة دي يا أولاد تلاقي cyanosis اختفى. وبقى كويس وبقى عارف يعني انت هتخش المستشفى تلاقي طفل قاعد على الارض بنفس هذا المنظر اول ما تشوفه من غير ما تشخص الولد ده عنده تترولوجي اوف فالو ها فهمتوا حاجه بيجلس الجلسه دي لسبب معين لان دي الجلسه دي بتريحه وضحت كده دلوقتي الساينوزز هيقل وهيعرف ياخد نفسه اكتبولي على الواتس بقى تفسيركم للموضوع ده ده كده شكل الهارت نشوف يعني شكل الهارت في الاشعه عامل ازاي كانه بوت بالظبط اهو ده التترالوجي ايه ودي حركه الايه السكواتنج بوزيشن الجلسه اللي بيجلسها الطفل ده ده اللي في صوابعه دي اسمها الكرابنج بتلاقي صوابعه واخده نفس الشكل ده وبرده في رجليه برده نفس الكلام انا كده ايه الانوماليز بتاعه السيميليونر فالفز بتاع البالمونري فالف والاورطا اللي هو زي ما اتفقنا اسمة العدل ما حصلتش هيبقى عندي بالمونري ستينوزز وعندي اورتيك ستينوزز وبلموناري اتريزيا واورتيك اترزي بس احنا كده خلصنا الايه؟ المحاضره بتاعت النهارده. لو في اي سؤال ابعتوا لي على الواتس وان شاء الله احنا عندنا محاضره الاسبوع الجاي تكمله الديفولوبمنت بتاع الهارت فبرضو لو في اي مشكله فيها بلغوني بقى باذن الله تعالى. يلا يعني معلش انا اسف على التطويل عليكم. دكتور عبد الرحمن وصل يا رامي ولا لسه؟ ايه موجود دكتور عبد الرحمن. اه طيب آه خلاص يلا. يعني. السلام عليكم دكتور عبد الرحمن ازي حضرتك؟ <تضحكي> الله يكرمك يا حبيبي معلش انا اسف على تعطيل لا في مشكله خده. الله يكرمك يا حبيبي تفضل يا حبيبي تفضل سلام عليكم حابين <تضحكي> نبدا ولا تاخذ بريك